نرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم مع بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. والله زمان كان بقالنا شوية حلوين ما بنقولش للناس صباح النصر. صباح النصر دي كانت فايتانا يعني نص موسم تقريبا للأسف الشديد، بس الحمد لله النهاردة وقبل كده وبإذن الله بعد كده كمان هنيجي ونقدر نقول صباح النصر بمنتهى الثقة والأمل في نفس الوقت. طبعا يعني احنا بنقول صباح النصر وشفنا اللعب وشفنا النتيجة، وفي بعض الكلام طبعا يا كريم وبعض برضو النقاط اللي عايزين نتناقش يعني بخصوص في المباراة بالأمس. البعض كان بيقول لك الأهلي لعب كويس جدا، البعض يقول لك الأهلي يعني كانت شوية التمريرات بتاعته بتتقطع بشكل كبير تحديدا في الشوط الأول. يعني على كل حال هنفهم وهنحلل وهنتكلم في كل النقاط دي، بس ده ما يمنعناش أبدا إن احنا نيجي النهاردة نقول صباح النصر وصباح البداية الحلوة، وإن شاء الله الماتشات اللي جاية كمان كده تمتعنا وكمان تبقى النتيجة لصالح النادي الأهلي. على كل حال بقى نخش بقى، لأن أنا وكريم خليني أقول لحضراتكم يعني كنا قاعدين كده وإحنا بنجهز الصبح بنبص على الأخبار العالمية وغيرها، في دراسة يعني لفتت نظرنا شوية قلنا نتناقش فيها مع حضراتكم. هي فكرة هنا الأزمات النفسية، بس مش في العموم بقى، الأزمات النفسية اللي بتضرب كرة القدم واللعيبة والنجوم كمان في كرة القدم. تعالى كريم بقى نبدأ كده، لأن دي برضو توبك غريب. يعني تيجي من بره لما تبص تقول لاعب كرة القدم ده مثلا من الناس اللي بالذات لو هو آيكون تحس إن هو عنده كل حاجة، يعني الناس بتبص له كده لو أنت مشهور وناجح وعندك فلوس وحياتك حلوه وكل حاجه. تخيل بقى ان من المنظر ده او المشهد ده في حالات بيبقى في ناس عندهم اكتئاب وعندهم مشاكل نفسيه صعبه جدا، منها نجوم انتوا ممكن دلوقتي بجد يعني الاسماء مش هتتخيلوها. خلينا نبدا باول اسم. هو قبل الاسماء، هو من ناحيه ان عندهم كل حاجه بالنسبه لايقونات كره القدم فهم فعلا عندهم كل حاجه بما فيها امراض وضغوطات نفسيه وعصبيه مش موجوده عند غيرهم من الاقل النجوميه. احنا بنتكلم على ان ناس عايشة حياة استثنائية في كل تفاصيلها من ناحية، يعني جزء الرفاهية متحقق وبوفرة، لكن في المقابل عشان الرفاهية دي تكون متحققة معنى كده أن كل اسم منهم بنى أسطورة مع النادي اللي هو معاه أو مع منتخب بلاده. الأسطورة دي ما جاتش من فراغ، جت نتيجة ضغوطات كتيرة جدا نتج عنها حالات اكتئاب في كتير من الأحيان، وضربت كبار الأسماء وكبار نجوم كرة القدم على مستوى العالم. بنسمع كل فترة والتانية عن لعيبة حتى منهم اللي لسه بيلعبوا، يعني في بعض الاحيان بيبقى لعيبه لسه بيلعبوا وبنسمعنا ان هم بيعانوا وبيزوروا طبيب او بيتعاملوا بشكل دوري مع طبيب نفسي نتيجه ضغوطات، نتيجه اكتئاب، نتيجه حتى في بعض الاحيان بتوصل للرغبه في الانتحار في بعض الاحيان. بتوصل صحيح، ما هو في الاول وفي الاخر دول برضو بشر، يعني ما هماش اي حد حتى مشهور او غيره ايكون في اي مجال مش بس الرياضه ما هواش ماشين، يعني هو بني ادم، فكلنا بنتعرض لضغوطات مهما كانت شخصياتنا قويه مهما كنا ناجحين في الحياه، في امور للاسف بتشكل علينا ضغط كبير كده بيبقى صعب برضو ان احنا نخرج منها الا بمساعده حد. واحنا عندنا كثقافه يمكن شويه في الوطن العربي دلوقتي اتغيرت، بس كانت يعني مسيطره علينا اكتر ان احنا لا نلجا، يعني فكره ان انا الجا لحد ده كنت بسميها لا ده ضعف، فكره ان انا اروح دكتور نفساني لا عيب. حتى احنا الاخصائي النفسي اللي المفروض يكون ملازم اي فريق في الدنيا مش بس كره القدم، اي فريق رياضي في الدنيا مش مهتمين بيه قوي، لكن هو بيشكل عامل اساسي. لو هقول لحضراتكم هنبدا دلوقتي بالاسماء، لكن فعلا الموضوع مش بسيط والموضوع يعني قد يصل للانتحار للاسف الشديد، وحصل على فكره بس مش في الداخل الحمد لله، قبل كده في الخارج. يعني لو هنتكلم على الاسماء وهنقول يعني مش بترتيب الاهميه او مش بترتيب ثقه للاسماء، لكن لما نقول مثلا فتح كلام كده كريستيانو رونالدو شخصيا والى حد كبير ده منطقي لان اللي حاصل معانا وند في الفتره الاخيره من حياته الكرويه، لا الحقيقه يعني يدعو للاكتئاب، فهو بطبيعه الحال شكلت عليه الظروف دي ضغوطات كبيرة جدا، وفكرة ان صورته كأيقونة كروية عالمية ابتدت تتهز بشكل مش لطيف، وبقينا نسمع اخبار مش العادي ابدا ابدا تسمعي لا 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 ان كريستيانو رونالدو طرف فيها بأي حال. انا بتفق معاك فعلا أو. ويمكن يعني دي كانت دراسة اتعملت يعني لسه جديدة ما بقالهاش يمكن ساعات قليلة جدا، كانوا بيتكلموا عن الدكتور النفسي تحديدا لكريستيانو رونالدو ان هو بيقول ان هو بيعاني من عدة مشاكل حاليا وعنده أزمات نفسية بيحاول ان يتداركها في الوقت الحالي. هل هي بقى راجعة لفكرة كبر سنه، فكرة ان البعض بيطالبه بالاعتزال بعد ما برضو انت نجم كبير في مجالك، وبعد كده البعض تلاقيه بيطالبك بالاعتزال، تلاقي نفسك مش نفس المستوى في الملاعب، كل ده اكيد لازم هيكون ليه تأثير. فكرة ان هو مع نادي دلوقتي هو مش الافضل ليه ومش الانسب ليه وما حققش اي حاجه مع مانشستر يونايتد طبعا، وفكره ان هو برده رحيله عنه شهر واحد، طب ماذا بعد؟ ما هو ماذا بعد علم الغيب ده برده بيبقى شويه صعب، بيؤثر بشكل كبير. ده بالنسبه لكريستيانو. لا في اسماء كتيره جدا، يعني مثلا انا
من النجوم اللي بحبها بوفون، يعني مثلا بوفون برضو الحارس الإيطالي الأسطوري، للأسف الشديد برضو تحدث عن ضغوطات كتير كان بيواجهها في أول فترة لي مع فريق يوفنتوس، وإن هو عانى من اكتئاب شديد جدا في يعني في حياته أو في خلال الفترة دي في أولها، وأضاف إن هو لجأ لمساعد نفسي علشان يقدر يحل، لأن هو ما كانش قادر إن هو يتخطى الأمور دي لأزماته. أسماء كتيرة جدا يعني، وعندنا وأسباب كتيرة جدا يعني، أسماء كتيرة وأسباب مختلفة خلت كتير من أيقونات كرة القدم يصابوا بحالات اكتئاب واضحة وصريحة وما فيهاش أي مساحة لللبس. وعلى فكرة الأسباب ممكن تتراوح من أول الإخفاقات مرورا بخفوت أو أفول نجم النجم من دول، أو حتى في بعض الأحيان كمان، والكلام ده كان بيتم تداوله بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى مشاكل عائلية وخيانات زوجية في بعض الأحيان بتؤدي باللاعب إلى إدمان الكحوليات وإدمان المخدرات. فحاجات غريبة قوي بتحصل، وغالبا ما بتحصل دي أكبر وأهم وأتقل الأسماء في دنيا كرة القدم. يعني من الأسماء، خلينا نقول الأسماء مثلا رونالدو البرازيلي، أنيستا مثلا، مايكل كاريك، كل دي أسماء كبيرة جدا في عالم كرة القدم. بس الواحد يعني بيزعل والله لما برضو يشوف ناس مفروض أن هي بتمثل للبعض أو فئة كبيرة من الشباب أو من الأشخاص عامة، يعني زي ما بتقال كده مثل أعلى، أن هو بيعاني من لحظات اكتئاب وممكن يكون مش عارف يتداركها لو للأسف ما يعني ما خدش زي ما تقال العلاج السليم. طبعا بتقول هي حزينة لمسيرة نجاح والله مبهرة دي حقيقة. على كل حال دي كانت بس كده يعني حاجة حبينا نشارك حضراتكم فيها، لأن دي ممكن تفتح لنا بعد كده يا كريم مواضيع تانية مختلفة. وتاني هنرجع نقول أهم نقطة فيها هو الأخصائي النفسي وأهميته في أي فريق، وخصوصا لو هنتكلم في كرة القدم أعتقد لا غنى عنه، لأن بجد إحنا تاني إحنا دلوقتي زي لو أنا حدي مثال، إحنا داخلين موسم جديد ونوادي كتيرة جدا كانت بتعاني، مش بتكلم على الأهلي بس، في الموسم اللي فات كان في مشاكل كتيرة، كان في أخطاء تحكيمية، كان في غيابات، كان في إصابات. فكرة إن أنا أرجع تاني أو اللاعب ده يرجع تاني لأرض الملاعب وهو عنده مشكلة كان أو مشاكل كان بيواجهها قبل كده في مواسم فاتت مش سهلة، يعني الكامباك ده بيحتاج برضو شغل على الأرض، يمكن لو تم بشكل سليم تلاقي إنتاجية أكتر على يعني الملاعب. هي دي النقطة، التأهيل النفسي من ضمن العناصر المهمة جدا في نجاح أي منظومة أو أي فرد، لو بنتكلم حتى على المستوى الفردي. على كل الأحوال هنتكلم بقى مع حضراتكم النهاردة، عندنا أخبار كتير معظمها أخبار حلوة الحمد لله كالعادة في الفترة الأخيرة. بالمناسبة برضو جدير بالذكر إن احنا في ساعتنا التانية هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هينورنا من خلالها الأستاذ رامي رجب الناقد الرياضي، واللي أكيد هنتكلم معاه عن كثير من التفاصيل المتعلقة بلقاء الأمس بين النادي الأهلي وبين أسوان، واكيد كمان الكلام لن يخلو من توقعاتنا فيما هو قادم ان شاء الله. دي الفقره الاولى، والفقره الثانيه هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو سعود، وكالعاده حوار حول موضوع يهم كثير جدا من حضراتكم. تعالوا بقى نبتدي بماتش امبارح، والحقيقه امبارح بالفوز الغالي اللي اتحقق على اسوان بهدف علي معلول، طبعا نقدر نقول ان احنا ضربنا اكتر من عصفور بحجر واحد، يعني اول عصفور ان احنا اخذنا نقاط المباراه الثلاثه بعد الفوز في اول جوله امام فريق الاسماعيلي. الامر الثاني هو اكتساب الثقه اكتر واكتر قبل مباراه السوبر امام الزمالك يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله، واللي اكيد هيكون لينا مع حضراتكم كلام كتير يخصها خلال الايام القليله القادمه. الامر الثالث هو فكره زياده الانسجام ما بين مجموعه اللعيبه وبعضها وبينهم مجتمعين والجهاز الفني بقياده مستر كولر، اللي واضح انه كل ماتش الحقيقه بيكسب ارضيه جديده، خصوصا في طريقه لعبه اللي باينه قوي ان هي بتعتمد الى حد كبير على فكره الضغط العالي وعلى سرعه استخلاص الكره اللي بينتج عنهم بطبيعه الحال نسبه الاستحواذ طوال المباراه. بص احنا شفنا برضو لعب هجومي كويس جدا، كلمة من اكتر من عنصر عندنا يا كريم، ودي حاجه كانت محترمه بصراحه. طبعا عندك حمدي فتحي، علي معلول، اكرم توفيق، ده بجانب كمان فكره هنا الدفاع اللي كان برضو مخلين بالنا بشكل كبير او مركزين برضو، يعني انت مش بتهاجم بس، انت برضو بتشتغل على الدفاع بتاعك بشكل كبير، وكان في تالق فعلا كمان يعني في المباراه بصراحه بعد الثانيه زي ما بيتقال كده. وبرضو لو هنتكلم عن الصفقات الجديده انا بشوف شادي حسين كان كويس جدا. شادي حسين اعتقد ان هو يعني مكسب فعلا، وهو اللي بيأكد ده مباراة بعد مباراة، واعتقد مستر كولر برضو مبسوط بشادي حسين بشكل كبير جدا. فيعني خلينا نقول بجد تشكيل المباراة امبارح بيقول ان كولر عايز يكسب، عايز يحقق التارجت المناسب من المباراة، مع الوضع طبعا في الاعتبار برضو مش هنقدر ننسى دي ان اسوان
يعني معلش انا هختلف مع اللي يقول لك فريق مش فريق سهل، لا اسوان فريق مش سهل ومش ضعيف، يعني خلينا نقول ده، وتحديدا هذا الموسم مش بس عشان هو عمل يعني 19 صفقه جديده، لكن بجد الفريق بيلعب حلو، حتى لو ما خسر كان خسر في المباراه اللي قبل مباراه الاهلي يا كريم، بس ستيل الفريق ده، لا الفريق ده عايز يقدم افضل ما عنده، اللعيبه بتوعه على فكره على الملعب كويسين جدا سواء القدام او الصفقات الجديده، يعني بجد مباراه كانت مش سهله، بس عايزين كمان نبارك لان احنا بقى بنقول مان اوف ذا ماتش زي ما بيتقال كده بعد اي مباراه، حمدي فتحي كان مان اوف ذا ماتش الفائز جائزة أفضل لاعب في المباراة امبارح، فحاجة برضو أكيد تساعدنا. طبعا برضو من ضمن النقاط اللي حابين نتكلم مع حضراتكم عنها فكرة تحركات اللعيبة من غير كورة، يعني لمسناها قوي في الماتش الأخير، ومحاولة خلق فرص كانت واضحة جدا في طريقة لعب مستر كولر، وكمان فكرة إفساد محاولات لاعبي أسوان، ده اللي أكد عليه كولر شخصيا في بعض من تصريحاته اللي أدلى بيها في المؤتمر الصحفي، واللي بالمناسبة قال كمان أنه كان بيرغب في زيادة النتيجة وبيسعى دائما لتطوير الأداء مع كل مباراة جديدة، وأضاف إلى أن تغيير أليو ديانج، لأن كان في ناس كتير وقفت عند التفصيلة دي، كان لشعور اللاعب بالإجهاد فقط لا غير، ما كانش في أي سبب تاني بناء عليه تم هذا التغيير. كمان وضح أنه هيبتدي يستعد لماتش الزمالك، وأكد على أنه بيتعامل مع كل مباراة على حدة من زاوية التركيز، أنه بيتعامل الملف بملفه والماتش بماتشه زي ما بيتقال. طيب احنا قبل بقى ما نروح لملف اخر، طبعا احنا كده كده هنتكلم في الفقره الحواريه بالتفصيل ونتكلم بشكل يعني مفصل، لكن خلينا نروح للتصريحات، انا بيهمني جدا التصريحات اللي بتكون من المديرين الفنيين بعد المباراه، هنروح سريعا لاهم تصريحات يعني كولر واهم تصريحات كابتن ربيع ياسين. يعني بالنسبه لكولر هو اتكلم، هو نفس الكلام او يعني نفس المشهد شويه اللي احنا شفناه على ارض الواقع، هو تعبر عنه لان هو فعلا قال ان احنا كنا بنلعب بشكل هجومي لكن في نفس الوقت أسوان كانت بتلعب بشكل دفاعي كبير جدا، النتيجة استمرت معلقة بهدف دون مقابل، ده تسبب في زيادة الحماس طبعا لدى المنافس أملا في تعديل النتيجة، ودي نقطة مهمة على فكرة، ده معناه أن كولر كان شايف أن احنا نقدر، وده اللي الناس كلها كانت شايفة أن احنا كنا نقدر نجيب أكتر من هدف بالأمس، يعني دي نقطة اللي عشان كده أنا بقول لك صباح النصر وإحنا مبسوطين جدا، بس إحنا عندنا كلام، يعني برضو لسه عندنا كلام، كنا نتمنى بالشكل اللي إحنا شفناه امبارح في المباراة ومع التكتل الدفاعي طبعا من أسوان، بس كنا نقدر إن إحنا نحرز هدف آخر، كانت مش صعبة، مش صعبة للدرجة دي. على فكرة احنا كان في يعني تمريرات كتيرة بتتقطع مننا، بس برضو ده راجع للدفاع اللي عندهم بس، او قوة الدفاع اللي عندهم بس، برضو انت كان ممكن يا كريم تحرز اكتر من هدف، ده اللي احنا بنقوله، ده يمكن اللي عبر عنه بشكل غير مباشر برضو كولر في التصريحات بتاعته. هو برضو اتكلم عن التبديل الاشهر بتاع أليو ديانج، هو لان الناس كتيرة قالت لك ايه ده ليه ومش عارف ايه، بس قال ده جه نتيجة شعور ببعض الاجهاد الخفيفة لأليو ديانج في العضلة الخلفية، والجهاز الفني فضل استبداله لتجنب طبعا تفاقمها رغم لعب او رغبه اللاعب في استكمال يعني اللقاء، بس امبارح أليو ديانج برضو كان من المتالقين جدا بصراحه. في المقابل بقى كان كابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق اسوان هو الاخر كان ليه بعض التصريحات عقب انتهاء المباراه، وابدى رضاه عن مستوى اللعيبه بتوعه خلال مباراتهم امام النادي الاهلي، وقال ان احنا ظهرنا بشكل جيد، وقال عن نفسه اعمل بكل جد واجتهاد واحاول معهم قدر الامكانيات المتاحه، وقال كمان النهارده يقصد طبعا على يعني امبارح بعد اللقاء، بيقول فريق اسوان كان منظم ومفيش حد من اللعيبه قصر، احنا كنا بنواجه نادي كبير بيمتلك عناصر قويه ومميزه والقدرات هي ما تصنع النتائج، وقال انا لم ادافع ولا احب الكره الدفاعيه، انا كنت لاعب دولي سابق واميل للامتاع وللكره الهجوميه. والحقيقه كابتن ربيع ياسين من الاسماء المهمه جدا على المستويين الشخصي والرياضي، الحقيقه خلوق على المستوى الشخصي والانساني بشهاده الكل، وطبعا على المستوى الرياضي احنا بنتكلم على واحد من اهم الاسماء في تاريخ كره القدم المصريه كابتن ربيع ياسين، ياما كان ليه صوالات وجولات في الملاعب قبل كده. اتكلم برضو عن التغيير الاشهر لاسوان طبعا ايفونا، لان الناس اتكلمت على أليو ديانج للاهلي وايفونا في اسوان، وما قالوا يعني ليه برضو حصل تغيير ايفونا، فكان كابتن ربيع رد على النقطه دي، قال ان هو ايفونا بذل مجهود كبير جدا والتزم بالتعليمات وبالتالي تعرض كمان للإجهاد للأسف خلال المباراة بسبب مجهود كبير، فعشان كده تم استبداله، لكن هو لاعب ذو قيمة كبيرة وقال يعني هو كان في ربع مستوى، فدي بالنسبة أو خلينا نقول كده ده كده سوفر كده احنا عملنا كلام سريع أو اتكلمنا بشكل سريع عن المباراة بالأمس، لكن أكيد كلامنا أو ملف المباراة مفتوح معانا طول الحلقة، بس خلونا دلوقتي بقى نروح لملف كريم مختلف، وهو ملف بقى السبونسرشيب أو الرعاية اللي احنا برضو
باركنا لنفسنا وباركنا لحضراتكم عليه. وهو يعني فكرة هنا بقى اتصالات طبعا، وفكرة برضو الاجتماع اللي دار امبارح، وفكرة برضو ان انت عندك يعني زي ما تقال شريك تكنولوجيا كريم كبير جدا طبعا. هو الراعي الرئيسي للنادي طبعا، وكان في اجتماع لبحث بقى اليات التعاون وفقا هنا بنتكلم للاهداف المرجوة للطرفين، خاصة احنا بنتكلم ان الاهلي عايز يطبق استراتيجية جديدة عشان يسوق حقوق الرعاية، وده امر مشروع جدا، وتحقيق اكبر عائد مالي للانفاق على انشطته الرياضية والاجتماعية طبعا والثقافية، وكمان البنية التحتية في فروعه المختلفة. وكمان على الصعيد الثاني لو هنتكلم، شركة اتصالات مصر بتسعى برضو لاستثمار جماهيرية النادي الأهلي للوصول لأكبر قاعدة من العملاء، فسبونسرشيب أو ريليشنشيب أو بارتنرشيب خلينا نقولها محترمة جدا للجانبين، كل واحد عنده زي ما بتقال كده وين وين سيتويشن لمدة 4 سنوات. وأكيد دي مش المرة الأولى اللي الأهلي بيتعاون فيها مع يعني شركة اتصالات مصر، لكن بإذن الله تكون زي ما تقال كده السنة دي وش خير كمان خلال ال4 سنين والتعاقد، ويبقى في مكاسب كتيرة جدا للنادي الأهلي، ده اللي احنا أكيد بنتمناه. وعلى الصعيد الثاني أكيد برضو مكاسب للاتصالات إن شاء الله، ده يتحقق كل الكلام بحذافيره بإذن الله. عايزين نقول لكم إن هما كمان ناقشوا خلال هذه الزيارة الجوانب التسويقية والإدارية الخاصة بهذا التعاقد وهذا التعاون المشترك المثمر، ده كان طبعا بحضور المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، طبعا هو المسوق الحصري لحقوق النادي، فيما تحدث كل من الأستاذ أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين لشركة اتصالات مصر، والأستاذ إيهاب رشدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، وعبروا من خلال كلماتهم عن سعادتهم بهذه الشراكة الجديدة مع النادي الأهلي ومع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اللي دايما بيكون حريص على التعاون مع الكيانات الكبرى في المجالات المختلفة لمضاعفة العوائد المالية للنادي، وطبعا ده من أجل مواجهة حجم الإنفاق المتزايد. حضراتكم بتابعونا بصفة مستمرة وأكيد بتاخدوا بالكم إن احنا كل شوية بنتكلم معاكم عن إنجاز ما، عن تطوير ما، عن تصعيد ما في أي فرع من فروع النادي الأهلي، وطبعا الكلام ده كله بيستدعي جلب موارد إن شاء الله تتحقق من خلال هذه الشراكة المثمرة بإذن الله. بص كان في برضو اجتماع مهم جدا للجنة الموارد البشرية برئاسة العمري فاروق طبعا، وعقدت عايزة أقول لحضراتكم اجتماع كان مطول جدا في حضور المهندس خالد مرتجي والدكتور سعد شلبي وعماد حلمي وأحمد النحاس مدير فرع القاهرة الجديدة، وممثلين عن عدد من الإدارات المعنية عشان يفعلوا هنا بقى قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيينات فرع القاهرة الجديدة خلال الأيام المفروض اللي جاية. طيب ده تمهيدا لإيه؟ تمهيدا لاستلام خلاص مهام العمل يوم 27 أكتوبر الجاري، بتكلم يعني في يومين ثلاثة، وده طبعا استعدادا لافتتاح يعني الفرع. النهارده إيه كريم؟ النهارده 24 هي يومين ثلاثه تقريبا، فالفرع ان شاء الله هيفتح قبل نهايه العام الجاري. ناس كثيره جدا كانت منتظره او كانت بتتساءل امتى الفرع بتاع القاهره الجديده، بيتهيالي ان هو هيكون فرع مختلف يا كريم، اكيد هتلاقي أكيد. فيه شكل حلو جديد، مساحه مش طبعا عاديه يعني غير مسبوقه بصراحه، فحلو ان شاء الله كده يبقى عندنا نادي اهلي في كل، هو تقريبا دلوقتي عندنا في كل حته خلاص طبعا. يعني ورحنا المحافظات برضو اضافه جميله مفيش شك ان شاء الله الافتتاح يكون مرضي لكل عشاق النادي الاهلي وكل مرتديه وكل الناس اللي بتنتسب لهذا الكيان المحترم. كمان اللجنه فحصت الطلبات المقدمه من افراد الامن بشان الترقيات الخاصه بهم، وبالمناسبه تم اجراء مقابلات مع المتقدمين للحصول على هذه الترقيات، واستقرت اللجنه على تسكين 75 فرد من القوه العامله لهذا الفرع على ان تصل الى كامل طاقتها ان شاء الله في غضون شهرين على الاكثر. بيتم حاليا توريد الخامات والادوات الخاصه بالمنافذ لتوفير خدمات الاعضاء. كالعاده النادي الاهلي بيعني يعني بكل الاعتناء بكل افراد هذه الاسره وهذه العائله، وده العادي في النادي الاهلي الحقيقه مش حاجه جديده. تعال بقى نروح لفريق اليد، فريق يد الاهلي، احنا متابعين طبعا هذه البطوله وكنا بنلعب على الثالث والرابع، بس فريق يد الاهلي حصد المركز الرابع في بطوله السوبر جلوب بعد يعني طبعا مشوار كان مشرف للفريق في البطوله، ورابطه انديه او رابطه جماهير الاهلي بالسعوديه تحديدا كرمت المهندس يعني محمد سراج الدين رئيس البعثه هناك لما بذلوا من جهد على مدار ايام البطوله. طبعا كان في تسهيل مهمه جدا او تسهيلات للجماهير، وكان في توفير لتذاكر المباريات للحضور، ومسانده الفريق كمان الحقيقه ما تاخروش ابدا بصراحه، ده الحق يقال عن فريقهم، وكانوا معاه في كل المباريات، لكن احنا حصدنا المركز الرابع يا كريم
يعني بص، هي طبعا انا مش هقول لك ان انا مبسوطه، بس البعثه بحضور المهندس سراج الدين يعني كانت بعثه مشرفه. الجانب الحلو في الموضوع زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي ان انت بجد جماهير النادي الاهلي ما تاخروش ابدا عن الوجود او عن الحضور او عن الدعم، فدي النقطه الحلوه اللي احنا طلعنا بيها. لكن يعني كمركز رابع اكيد احنا نتمنى بعد كده ان احنا ما نحصدش مركز رابع، على الاقل نلعب على الاول او الثاني يعني باذن الله. عايزين كمان نبارك للاعبنا البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي طبعا على التتويج ببطوله كاس كراس هوبر للسكواش اللي اختتمت فعاليتها بالامس في مدينه زيورخ السويسريه بقيمه جوائز ماليه تصل الى 107 الاف دولار للرجال ومثلها للسيدات. فاز مصطفى عسل في المباراه النهائيه على مروان الشربجي بنتيجه 3-0 في مباراه استغرقت حوالي 39 دقيقه. مش بس كده الحقيقه، ده كمان نور الشربيني لاعبه سبورتنج حصدت لقب السيدات في البطوله وفازت في المباراه النهائيه على هانيا الحمامي لاعبه وادي دجله والمصنفه الثالثه عالميا في مباراه استغرقت 76 دقيقه، يعني نهائي مصري خالص. احنا بننافس بعضنا بس مش اكتر في السكواش الحقيقه. بص نور الشربيني بجد، عارف لما تقول حد او تتكلم عن حاله وتقول بجد ما شاء الله، نور الشربيني فعلا ما عندهاش منافس دلوقتي، يعني فعلا هي رقم واحد في العالم سيدات طبعا في السكواش، وفي نفس الوقت حتى لما بتيجي تلعب مع حد او بيبقى فيه تنافس برضه بتبقى مصريه، بس في نفس الوقت انت نور في حته تانية، الرانكينج بتاعها حته تانية خالص. فما شاء الله بجد اللي لفت نظري بقى مصطفى عسل ومروان الشرباجي. يا كريم، مروان الشرباجي اسم كبير جدا برضه يعني في السكواش، فانت بتتكلم طبعا. هنا فوز مصطفى عسل اعتقد دي حاجه جميله، وكمان هو طبعا ابن النادي الاهلي، فلا يعني الف مبروك. اكيد كلها اسماء مصريه في الاول وفي الاخر، احنا يعني مش زعلانين يعني ان هي كده كده هي في بيتها، بس طبعا تالق غير عادي من مصطفى عسل، واكيد بينتظر مستقبل كبير جدا برضه. خلينا بقى نروح برضو احنا لسه في سلسله البطولات اللي بتستضيفها مصر، واخرها كان بطوله افريقيا المفتوحه بس هنا لرفع الاذقار البارالمبي، راح تنطلق في الفتره من 26 ل 30 اكتوبر وهتكون بصاله حسن مصطفى ب 6 اكتوبر. ضمت قائمه الدول المشاركه 27 دوله، وهتعد البطوله يعني المفروض احدى البطولات التاهيليه لدوره بقى باريس البارالمبيه 2024، وهتشارك مصر فيها بعدد 44 لاعب ولاعبه في 10 اوزان مختلفه للرجال و10 كمان للسيدات. كلها خطوات مهمه جدا، بطولات طبعا. مهمه جدا، استعدادات مهمه جدا، بنتكلم على اولمبيات وبارالمبيات باريس 2024 اللي منتظرين منها من دلوقتي، ادينا بنقول اهو، واللي بناخد وعود حتى الابطال اللي احنا بنستضيفهم في 10 الصبح بناخد منهم وعود من دلوقتي ان احنا ان شاء الله عدد الميداليات في اولمبيات او البارالمبيات يزيد بشكل كبير جدا عن طوكيو 2020. وفي نفس الوقت برضو يا كريم، ده عشان الحلم يتحقق لازم يكون في دعم مادي، لازم يكون في اهتمام. يعني انا عايزه برضو ان احنا نوضح النقطه دي ونتكلم عنها، لان ما فيش حد بينجح لوحده، ما فيش حد يقدر ان هو يكون بطل وان هو يقول لك انا هعمل الا برضو لو تلقى الدعم الكامل من الدوله بتاعته. ده مهم قوي بقى. احنا عندنا ودايما هنقعد نكررها، احنا اقل بوتنشال او سوري اقل امكانيات واعلى بوتنشال، اقل امكانيات واعلى بوتنشال، لكن نتمنى ان احنا نبقى على بوتنشال وعلى امكانيات، يعني دي نقطه اعتقد مهمه جدا، لان ده في مصلحه البلد بشكل عام مفيش شك في الكلام ده. ودايما احنا بنستضيف ناس ومن قبل حتى من البرنامج ده يظهر لحضراتكم، احنا من قديم الازل كل فتره بنشوف بطل مصري في رياضه ما، فلتكن مثلا كمال الاجسام، رفع الاثقال، حتى الرياضات بصفه خاصه انا بستشهد بالرياضات اللي بتحتاج يعني اقل حاجه بتحتاجها دعم مادي بس لبند التغذيه، احنا بنتكلم على اشخاص في بعض الاحيان بيكونوا على مستوى ابطال عالم والناس دي بتعاني في بس تفصيله الاكل، ناهيكم بقى عن التدريبات، ناهيكم عن صالات الجيم الى اخره، يعني لما احنا عندنا ناس بامكانيات شبه معدومه في بعض الاحيان ابطال للدرجات دي، امال الناس دي لو اتراعت ما هو ده بقى. إيه بقى؟ هنرجع بكم ميداليه بقى، هذه النقطه. فنتمنى ده يتم من دلوقتي، ولو في اي مشاكل مع اي اتحاد يتم حلها، وانا بشوف ان وزاره الشباب والرياضه بصراحه بتحاول على قد ما تقدر تقدم كل الدعم، فنتمنى باذن الله. ولازم يبقى فيه برضو يعني على الصعيد الاخر السبونسرشيب، الثقافه تتغير تاني. انا قلت الكلام ده قبل كده وهكرره، يا ريت حتى احنا هننبسط جدا رمضان الجاي لما تيجوا تعملوا اعلانات، وده انا بوجهها رساله بجد ليه يعني البيزنس مان او البيزنس وومن وهو ايفر يعني بيتفرج
بيتفرج او هو ايفر عنده كلمه او صاحب قرار في الموضوع ده، نتمنى نشوف الاعلانات بتاعت حضراتكم ابطال رياضيين. يعني مع احترامي للفنانين احنا بنحبهم بس حفظناهم خلاص، ومش هروح اشتري في كومباوند برضو عشان يعني ممثل طالع. انا مش يعني مش بحس ان دي مهمه، على قد ما انا عايزه اشوف الاول في الاخر رمز حقق حاجه، رفع اسم مصر في محافل دوليه مختلفه، غير ان هو فنان طبعا كلنا بنتشرف بيه طبعا برضو، لكن انا عايزه اشوف رياضيين وبارالمبيين من ابطالنا كمان، يعني ابطالنا البارالمبيين. فاعتقد دي هتدي رسائل حلوه جدا حتى للاجيال الجديده. هتلاقي كده طفل صغير بيقول لك هو مين البطل ده اللي على ويل تشير، او مين البطل ده اللي من فئه مثلا المكفوفين او غيره اللي حقق ميداليه. فاعتقد دي كلها تبقى رسائل حلوه. طبعا وحصلت يمكن بس على استحياء مره او مرتين، مش حصلت فعلا، كان في كامبين كامله. يعني انا فاكره وكانت جميله وعملت رد فعل وصدى كبير جدا عند الناس تاكيدا فعلا لاهميه ان احنا نلقي الضوء على ابطالنا اللي يستحقوا مننا كده. يعني ده مش تفضل مننا، دي اقل حاجه تتقدم لهم الحقيقه. طيب من الواضح كده حضرات ان درجات الحراره في طريقها للانخفاض، بس واحده واحده. النهارده 27 اهو والصغرى 20. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس، وخصوصا خلال الايام القليله القادمه شامله الويكند. معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، استاذ نهاوند، وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك بقى بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه الايام اللي جايه، هل في فرصه لسقوط امطار؟ هل في فرصه لانخفاض ملحوظ في درجات الحراره؟ يعني هو احنا نقول درجات الحراره خلال الايام القادمه هتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام، هتتراوح ما بين ال 27 وال 28 درجه مئويه على القاهره الكبرى. وهي دي معدلات طبيعيه للوقت ده من السنه كما تعودنا، ولا برضو الوضع ده اتغير؟ لا، دي تعتبر المعدلات الطبيعيه، يعني هي مش اعلى من المعدلات ولا اقل من المعدلات. ممكن في بعض العوامل زي تكاثر السحب اللي بتحد من تاثير اشعه الشمس يخلينا احيانا نحس ان هي اقل من المعدل، لكن ده المعدل الطبيعي مثل هذا الوقت من العام. السواحل الشماليه بتتراوح ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه، يمكن كل ما اتجهنا جنوبا كل ما درجات الحراره ارتفعت هتكون اعلى، يعني شمال الصعيد تكون ما بين ال 28 29 درجه مئويه، جنوب الصعيد بتوصل ل 31 درجه مئويه، تعتبر المعدلات الطبيعيه. الطقس فتره النهار من مائل الحراره، المعتدل الحراره فتره النهار، فترات الليل بالفعل درجات الحراره بدات تنخفض بشكل ملحوظ، خاصه الساعات المتاخره من الليل بالصباح الباكر بدات درجات الحراره تتراوح ما بين ال 20 وال 19 درجه مئويه، احيانا بتوصل لل 18 درجه مئويه على القاهره الكبرى. فبدانا فترات الليل نحس بالاجواء المائله للبروده على اغلب انحاء الجمهوريه. طبعا بالنسبه للامطار، يمكن فرص سقوط الامطار اليوم خفيفه، مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، لكن غدا وبعد غدا متوقع ان احنا كميات الامطار هتزيد تبدا تتقدم للمناطق الداخليه، قد تصل كمان للقاهره الكبرى، لان احنا بنتكلم في امطار يعني خفيفه المتوسطه ورعديه على محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، هتمتد الامطار كمان خلال فترات المساء للقاهره الكبرى، ده يوم الثلاث والاربع. مع يوم الخميس كميات الامطار هتكون اقل ان شاء الله، ونستمر في الاجواء الخريفيه المستقره باذن الله. طيب يعني ويك اند معتدل نقدر نقول، عشان لو حد حابب برضو يسافر او غيره، حضرتك بتقول لنا ان برضو الطرق يعني مش هيبقى فيها مشاكل، مش هيبقى فيه مثلا شبوره او حاجات زي كده. لا، الشبوره خلال الايام القادمه ان شاء الله تاثيرها مش هيكون كبير، زي ما قلنا الثلاث والاربع بس تاثير الامطار هو اللي هيكون على اغلب الطرق، ده ممكن ياثر على اغلب الطرق، عشان كده احنا دايما مع سقوط الامطار تحديدا لازم ناكد على القياده بهدوء تام، لان مع سقوط الامطار ممكن يؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه او انزلاق العجلات على الطريق، فمهم جدا ناخد بالنا من سقوط الامطار خاصه في المحافظات المعنيه بسقوط الامطار بشكل كبير. مع نهايه الاسبوع زي ما قلنا كميات الامطار هتبقى اقل ان شاء الله، مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه في المناطق الساحليه او حتى القاهره الكبرى. كويس جدا، اشكرك جدا دكتور منار، شكرا ليكي. حلو، يعني ما اهم حاجه عندي من كل اللي اتقال ده ان ما فيش ارتفاع في درجات الحراره، لان يعني كان دكتور بنار قايله لنا من 10 ايام تقريبا هيشهد كده يومين ثلاثه في شهر 10 ارتفاع في درجات الحراره بشكل ملحوظ، ويمكن خلاص عدت بقى الفتره دي. نروح فاصل ونرجع بعدين نكمل، خليكم معانا. خلونا نروح لاخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، ومعانا سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالا بونجور، اتفضلي سامعينك.
صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي يا نهاوندو يعني حاليا احنا متواجدين كلنا طبعا معاكم عشان نقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يعني جوله، يعني جوله اخبار النادي يعني جديده طبعا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هكون معاكم عشان نقول لكم يعني جميع الاخبار. ويمكن خلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قيادة المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن طبعا بعد مباراة أسوان أمس يعني طبعا مع النادي الأهلي، يمكن انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف وحيد، وهو يعني ليه النادي الأهلي مقابل لا شيء، سجل الهدف علي معلول من ركلة جزاء أمام نادي أسوان. يمكن كمان بعد المباراة دي يعني قرر مستر مارسيل كولر يعني هواندو كريم إنه الفريق يواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش. يمكن التدريب يعني بدأ من شوية الساعة 10 على ملعب مختار التتش، والتجمع كان الساعة 9:30 لكل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. ويمكن قبل ما يبتدي التدريب كمان يا نهاوند يعني خليني اقول لك انه اجتمع مستر مارسيل كولر والجهاز الفني مع لاعبي النادي الاهلي في ملعب التدريب يعني قبل ما يبتدي التدريب على طول. يمكن اتكلم معاهم طبعا عن اهميه يعني الفوز امبارح امام نادي اسوان في بطوله الدوري، ولكن طلب منهم ان هم يقفلوا صفحه يعني بطوله الدوري الفتره دي ويركزوا طبعا في البطوله القادمه ان شاء الله، واللي هتكون بطوله السوبر المصري امام نادي الزمالك يوم الجمعه ان شاء الله. المباراه يعني اللي هتكون في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره والساعه 9 بتوقيت دوله الامارات العربيه المتحده. يمكن ان شاء الله يعني زي ما قلت المباراه هتكون يوم الجمعه. الفريق النهارده يعني هيواصل التدريبات، او حاليا هم متواجدين في ملعب مختار التتش بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، وطبعا يعني جميع حراس المرمى تحت قياده مستر ميشيل يانكن كمان بيادوا تدريباتهم بشكل طبيعي. وبكره ان شاء الله هيكون السفر لبعثه فريق النادي الاهلي بالكامل، وطبعا يعني اللعيبه والجهاز الفني ويعني الجميع هيكون متواجد ان شاء الله يعني في المطار بكره عشان يتجهوا لدوله الامارات العربيه المتحده من اجل الدخول في معسكر مغلق عشان طبعا يستعدوا بشكل قوي ويكونوا في كامل تركيزهم لمباراة السوبر يوم الجمعة القادمة. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى، وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن يعني خليني اقول لك انا هواندو كريم انه امبارح يعني لاعبي النادي الاهلي او رجال كره السله يعني كانت اخر مباراه ليهم في الدوره المجمعه الاولى من بطوله الدوري المرتبط. يمكن امبارح كانت اخر مباراه مع نادي سموحه انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 71-63، ويعني المباريات اللي قبليها بالترتيب كان اول مباراه مع نادي دسوق انتهت بفوز ايضا النادي الاهلي بنتيجه 85-43، وتاني مباراه مع نادي طلائع الجيش انتهت بنتيجه 75-46 لصالح النادي الاهلي. النهارده هيكون في راحه من التدريبات، وبكره ان شاء الله الفريق هيرجع ويستأنف تدريباته مره اخرى على صاله امير عبد الله الفيصل، عشان بعد كده يوم الاربعاء الفريق يعني بالكامل والجهاز الفني هيتجهوا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق عشان يستعدوا لباقي المباريات في بطوله الدوري المرتبط هتكون في الدوره المجمعه الثانيه. وايضا هتكون بنفس ترتيب يعني جميع الفرق، يوم الخميس هتكون اول مباراه مع نادي دسوق، تاني مباراه مع نادي طلائع الجيش يوم الجمعه، ويوم السبت مع نادي سموحه، ولكن المباراه يعني مش هتقام على يعني صاله سموحه زي يعني اول مباراتين دسوق والجيش. تالت مباراه مع نادي سموحه هتقام على صاله سبورتنج في مدينه الاسكندريه. كمان سيدات كره السله امبارح يعني طبعا تحت قياده الكابتن طارق خيري كان عندهم مباراه مع نادي الصيد في الدور ال 16 من بطوله الدوري المرتبط، وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 78-41. والنهارده ان شاء الله يعني سيدات كره السله بدون راحه هيواصلوا التدريبات ايضا بشكل طبيعي، وبكره عندهم تاني مباراه في دور ال 16 ايضا مع نادي الصيد، ولكن هتقام يعني في تمام الساعه 8 مساء ولكن على صاله نادي الصيد. امبارح كانت المباراه على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي. ويمكن بعد المباراه كمان يا نهاوند يعني كابتن طارق خيري يعني في تصريحات ليه يعني اكد انه يعني مبسوط من اداء لاعبات النادي الاهلي، واشاد يعني بالحاله البدنيه اللي موجوده عند لاعبات النادي الاهلي والاداء الفني اللي كان موجود طوال المباراة، وأكد يعني أنه إن شاء الله لاعبات كرة السلة يعني هيكونوا جاهزين بشكل كبير في مباراة غد، وكمان جميع المباريات إن شاء الله الفترة القادمة سواء في بطولة الدوري المرتبط أو بطولة الدوري السوبر أو الدوري المصري، وطبعا بطولة كأس مصر لكرة السلة سيدات. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني انا كمان يا نهاوندو يا كريم اضيف على كلامكم وطبعا اقول هارد لك لجميع لاعبي كره اليد طبعا اللي كانوا متواجدين في المملكه العربيه السعوديه من اجل المشاركه في بطوله السوبر جروب، وطبعا بعد ما احتلوا المركز الرابع يعني امبارح يعني خليني اقول لهم انا كمان هارد لك طبعا بعد الاداء القوي اللي شفناه منهم يعني بالذات في مباراه بنفيكا البرتغالي.
يمكن يعني تحملوا مسؤوليه يعني في وقت صعب بعد رحيل مستر دانيال جوردو المدير الفني، وكمان يعني انه كابتن احمد سالم والكابتن محمد ابراهيم تحملوا يعني مسؤوليه صعبه وهما يعني كانوا قائمين باعمال المدير الفني في الفتره الماضيه. فطبعا من بنتمنى لهم التوفيق الفتره القادمه هما وجميع لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وطبعا الفريق الاول لكره القدم في مباراته مع نادي الزمالك يوم الجمعه ان شاء الله. يعني اكيد انا معاك هنا وندو ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. يعني انا شايف ان انت عملت لنا تغطيه اكثر من رائعه وكامله، شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه سالة حامد. شكرا. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافه الرياضيه ونتعرف سوا على اهم المانشيتات في كل الصحف والمواقع الرياضيه المختلفه، وعشان نعمل ده بشكل مظبوط احنا معانا وعبر سكايب الاستاذ صبري سراج الناقد الرياضي اللي بنسعد بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي. استاذ صبري صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. صباح الفل استاذ كريم، وصباح الفل يا هاند، صباح الخير لكل الاهلاويه، ان شاء الله يبقى يوم حلو لجينا يا رب. اللهم امين. عايزين نبتدي مع حضرتك بقى على طول مع يلا كوره والمانشيت الرئيسي فيه بهدف بلس 90، كوكا يقود الانيا سبور للتعادل قاتل امام جالاتا سراي التركي. وسؤالي لحضرتك مش بس متعلق بكوكا، الحقيقه متعلق برؤيتك للمحترفين المصريين بشكل عام زي مصطفى محمد ومرموش وغيرهم. حقيقة من المصريين الموسم ده من بدايته بيقدموا مستوى كويس جدا وبيسجلوا كلهم تقريبا، سواء مصطفى محمد او تريزيجيه او طبعا صلاح او كوكا ومرموش في المانيا بيقدم برضه مستوى كبير وبيسجل في الحقيقه. يعني حتى الاسبوع اللي فات من الدوريات كلهم سجلوا، الاسبوع ده كوكا هو بيسجل ثاني مباراه على التوالي وبيقدم اداء مميز جدا. المحترفين بادئين موسم كويس الحقيقه، وان شاء الله يستمروا كده لاخر الموسم لان كل ده هيعود في الاخر على منتخبنا يعني. جميل جميل. طيب انا هروح معاك يا صبري صباح الفل طبعا عليك للعين الاخباريه، ده الماتشات الثاني اللي معانا بيتحدث عن فكره هنا يعني ازمه برضو كريستيانو وللعوده لمباريات يونايتد. يعني الماتشات بيتكلم هل ينكسر كريستيانو رونالدو على صخره تن هيج، ويمكن الماتشات كله بيتكلم عن استمرار ازمه كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ومع المدير الفني، مع فكره هنا ماذا بعد مانشستر يونايتد، يعني الحاله اللي بيمر بيها في العموم كريستيانو رونالدو لان هي بتقلق الملايين بصراحه كمان من عشاقه. فخلينا نعرف منك لو عندك تفاصيل كمان اكتر. هي الازمه بدأت طبعا من وقت التحضيرات للموسم الجديد. رونالدو عنده مشكله ان هو مش هيلعب دوري الابطال، فكان بيحاول ان هو يخرج في الصيف لاي نادي تاني يكون من الانديه اللي هتشارك في الشامبيونز ليج، لكن ما قدرش ان هو يتحصل على عرض مناسب بالنسبه له. الراتب بتاعه كبير جدا وصعب الانديه تدفعه، خصوصا هو وصل لهذه المرحلة السنية المتقدمة يعني. بالتالي هو ما قدرش يخرج في الصيف، قاعد على مضض. هو عنده مشاكل ان هو مش شايف ان تن هاج مدرب كبير، وده كان واضح من البداية بالنسبة له يعني، او بالنسبة للي بينقل عنه من كلام. فحاصل صدام من اول موسم، شفنا في احدى المباريات التحضيرية ان هو غادر الملعب عشان ما لعبش. تن هاج وقتها عدى الموقف، اتكلم فيه بشكل علني في المؤتمر الصحفي، لكن ما خدش اجراءات ضد كريستيانو. لكن الامر تكرر مره ثانيه، فكان لازم وقفه من تن هاج. تن هاج بالنسبه له هو بيبني فريق جديد لمانشستر يونايتد اللي بقاله سنين بعيد عن المنافسه الحقيقيه وبعيد عن التتويج بالبطولات. فبالتالي هو بيبني حاجتين، بيبني هو شخصيته نفسه كمدرب في اول تجربه ضخمه ليه ان هو يقود نادي بحجم مانشستر يونايتد، وفي نفس الوقت الرؤيه دي بتتفق مع رؤيه الاداره بان النادي اكبر من اي اسم مهما كانت نجوميته ومهما كان تاثيره. وبالتالي هو عنده باور كبير جدا من الاداره ان هو يقف في وجه كريستيانو، ان هو يعيد تقييم الموقف ويقوم كريستيانو اذا سمحت له الفرصه بكده. الراجل خد اجراء بان يوقف كريستيانو عن التدريب مع الفريق الاول والحقه بتدريب فريق 21 سنه. لكن مش ده بس الاجراء الوحيد، هو طالب اعتذار صريح من كريستيانو على اللي عمله في المباراه قبل الماضيه. بالتالي انه هيكون في اجتماع ما بينهم، اذا الاجتماع ده ما كانش مرضي بالنسبه لتن هاج فكريستيانو هيواجه موقف صعب من هنا لحد يناير. في نفس الوقت اكيد الوكلاء اللي بيتكلموا باسم كريستيانو وبيدوروا له على مخرج وعلى عرض في يناير
العرض ده اذا توافر مانشستر يونايتد واداره مانشستر يونايتد هتوافق عليه فورا. فاحنا بنتكلم في امتار اخيره او ايام اخيره بيقضيها كريستيانو، حتى لو اضطر ان هو يستكمل الموسم، لكن هيكون موسم شاق عليه هو تحديدا، لانه واضح ان الاداره واقفه تماما في صف المدرب اريك تنهاج، وعندها بالظبط. حق، لان بالتالي النادي دايما هيكون اهم من اي اسم ومن اي لعيب. هو كريستيانو بيواجه مشكله الحقيقه كبيره من وقت خروجه من ريال مدريد، لان حتى طريقه خروجه من ريال مدريد كانت بتقول ان هو شاف نفسه اكبر من النادي. في عز احتفالات النادي بالفوز بالتشامبيونز بيخرج هو بيقول انا خلاص ماشي من هنا، وبياخد الاضواء كلها ناحيه هذا القرار. بالتالي القرار ده كان عقوبته ان هو في السنين اللي فاتت كلها من بعد خروجه من ريال مدريد ومسيرته على المستوى المهني، مش بتكلم على الاداء الفردي، لكن بتكلم على مستوى التتويج بالبطولات والزخم والتواجد، قلت كتير جدا. هو حسبها غلط من وقت اصلا خروجه بالظبط من بالظبط. مدريد. بص، هو بس في نقطة، لأن البعض تحدث بشأنها، قال لك فكرة هنا عدم مشاركته أو استبعاد كريستيانو رونالدو تحديدا من قمة تشيلسي هي كانت متعمدة يعني، وده برضو إلى حد ما بيشكل يعني ضغط أكبر على كريستيانو رونالدو، وبالتالي في الأول وفي الآخر اللي بيدفع الثمن هو مانشستر يونايتد، فده كان مش القرار الأفضل. ربما البعض برضو حمل تين هيج إن هو كمدير فني لازم يحسن شوية ويعرف إزاي يتعامل مع النجوم عنده، خاصة كريستيانو رونالدو. فدي الآراء، أنت بتشوف الكلام ده إزاي برضو؟ انا بشوف ان الموقف اللي خده اريك تن هاج موقف كويس جدا ومناسب للي بيحصل. زي ما بقول لحضرتك، مفيش لاعب مهما كانت نجوميته ينفع يكون اكبر من الفريق واكبر من النادي. ولو هحط نفسي مكانه، لو عندي لاعب ساب الدكه ومشي من الماتش اعتراضا على انه ما بينزلش، المفروض انا هواجه ده ازاي؟ طبيعي ان انا هوقع عليه عقوبات. بالظبط. اللاعب الكبير المفروض ان هو بيحترم اسمه، بيحترم نجوميته، بيحترم النادي اللي صنعه. فلما اللاعب الكبير المفروض ان هو بيتصرف تصرفات كبيره تليق بيه، فلما يتصرف تصرف صغير الحقيقه ان عقوبته كمان لازم تكون اشد من لاعب صغير صحيح. تصرف هو واضح ان كريستيانو فعلا بيعاني من مشاكل حاليا نفسيه، وده يمكن اتكلمنا عنها برضو في دراسه قبل كده اتعملت، فهو واضح ان الفتره دي ليست الافضل ابدا على الاطلاق لكريستيانو رونالدو. صحيح. نتمنى اكيد كمحبي لكريستيانو رونالدو هذا النجم الكبير ان هي تتحل في اسرع وقت، يعني هيبان خلال الفتره اللي جايه طبعا. هي واضح ان احنا معاصرين للحظات التاريخيه يا استاذ صبري، وبنشوف الايام وهي بتدور على اسماء كبيره في عالم كره القدم. يعني لما تيجي علينا لحظه صحيح. ان احنا نعرف ان حد زي كريستيانو رونالدو مره بيتدرب منفردا ومره يتدرب مع فريق 21 سنه، كل الامور دي فيها هزه صريحه للصوره الايقونيه لكريستيانو رونالدو. وطبعا ده شيء يعني بيسيء لكثير من محبيه وعشاقه وبيتضايقوا بموجبه. طيب اروح مع حضرتك بقى لموقع جول، والحقيقه العنوان الرئيسي في هذا الموقع بيتكلم عما يدور داخل الغرف المغلقه من ازمات بين نيمار ومبابي، وبطبيعه الحال الكلام ده اكيد بيبقى له انعكاس. المنشط بيقول مؤامره جديده، مبابي يستغل ميسي للتخلص من نيمار. وانا سؤالي لحضرتك، الحساسيه المفرطه اللي حاصله بقالها فتره، واللي حتى وصلت بقى خلاص لوسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضيه العالميه، وكل الناس بتتكلم في الحساسيه والاوضاع اللي مش لطيفه اللي حاصله ما بين نيمار وما بين مبابي، الى اي درجه حضرتك شايف ان هذا الامر هينعكس سلبا على ادائهم شخصيا هما الاثنين وعلى الفريق ككل؟ هو احنا بالفعل بنشوف ده في السنين اللي فاتت. هي الفكره كلها راجعه من الاول لرؤيه الاداره للموضوع وكيفيه اداره فريق. يعني باريس سان جيرمان قبل ما قطر تستحوذ على النادي كان نادي، يعني مش عايز اقول نادي متواضع، لكنه مش من الانديه الكبرى في العالم يعني، وكان في رؤيه ان هم يحطوه في انديه الصف الاول في العالم، لكن الرؤيه دي كانت منحصره في انه يجمع اكبر قدر من النجوم مهما يعني. واحنا مش بنتكلم قوي في فكره النجوم دي هتكون لما تتجمع مع بعضها هتكون مفيده للفريق ولا لا، بس احنا عايزين يكون عندنا جلاكتيكوس، عندنا اكبر نجوم في العالم. فنادي كان لسه ناشئ وقتها او بيتطور او بيكبر، يعني مش ناشئ طبعا، هو نادي قديم، لكن في مرحله
بينتقل فيها من مرحلة نادي موجود في الدوري الفرنسي الأضواء بعيدة ومنحسرة لنادي المفروض أن يكون فيه بقعة الضوء. طيب إحنا هنخبط في الكبار نشوف مين اللي مسمع دلوقتي في الدنيا، ميسي ولا في نيمار كمان؟ طب يلا ناخد نيمار وندفع فلوس كتير طب الشرط وهم الجزائي. بيجمعوا كل المسمعين في العالم على حد تعبير حضرتك، ما فكروش ولو للحظة في إن وارد جدا يحصل حاجة زي اللي بتحصل دلوقتي، فكرة تضارب بقى نجوميه اللعيبه مع بعض واي بقى مشاكل نفسيه عند البعض، حد فيهم شايف نفسه اعلى من الباقيين؟ يعني اكيد النوع ده من المشاكل وارد ان هي تحصل في ظل وجود هذا الكم وهذه الكتيبه من اهم واشهر اسماء لعيبه كره القدم العالميين. هو كان في هدف بالنسبه لهم اهم، هم اللي كانوا مركزين عليه، ان هم يكونوا موجودين في بقعه الضوء، يتصنفوا كنادي صف اول، فانا هجمع النجوم وبعدين نبقى نشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. اعتقد ان في موضوع امبابي من اول ما كان في موناكو والصراع كان بينهم وبين ريال مدريد عليه، وقدروا ان هم يتفوقوا وياخدوه، وحتى في الصيف اللي فات اللي كان في كلام كتير جدا عن ان امبابي ممكن يخرج وتدخل الرئاسه الفرنسيه في الموضوع واشياء من هذا القبيل، كان كل الاهم باريس سان جيرمان ان هو لا ينكسر امام ريال مدريد، وان هو يقدر يحتفظ باللاعب ولو 6 شهور. يعني انا اعتقد دلوقتي ان امبابي مرحب بان هو يمشي من باريس بسبب الحساسيات اللي موجوده في اوضه اللبس، لكن في كلام برضو بيتقال وانا ممكن اكون مايل لتصديق هذا الكلام، ان روح اي حته الا ريال مدريد. هي الفكره ان باريس عنده من الـ مش عايز اقول العجرفه، لكن من الـ 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 مش عارف الاقي، مش قادر الاقي اللفظ المناسب، لا او من الكبر يعني الاحساس هو مش عايز بالذات ينكسر. يعني تعالى نسميها الاحساس بالذات، من الكبر والاحساس بالذات ان هو مش عايز ينكسر قدام ريال مدريد، فانا ممكن امشي مبابي يروح اي حته الا ريال مدريد. فبالتالي احنا شفنا حتى في الصيف اللي فات كان في مفاوضات جاده ما بين ليفربول وما بين اللي بيقال ان والده مبابي من مشجعيه وما بين مبابي، وكان في اجتماعات. اظن ان خروج مبابي ممكن يكون وارد جدا في يناير او في الصيف على اقصى تقدير. يعني ميسي ما اعرفش وضعه هيكون ايه في الصيف، في انباء ان هي بتقول ان هو ممكن يرجع لبرشلونه للاعتزال هناك. نيمار موجود في باريس محقق ارقام كويسه، واعتقد ان برضه خروجه هيكون بمبلغ ضخم جدا، مع تخطي ال 30 هيكون برضه من الصعب ان هو يحصل على عرض مناسب. باريس عندهم يعني قنبله او كبيره موجوده في اوضه اللبس، فاظن ان التضحيه باي هتكون بمبابي، لان هو بياخد اكبر عقد وهو سبب المشاكل الرئيسيه، بس في شرط ان هو الانتقال ده ما يكونش لريال مدريد، يكون لاي نادي تاني. فخلال من هنا ليناير او من يناير بكتير لاخر السيزون هيكون في حد رحل من باريس سان جيرمان، اعتقد ان هو هيكون بنسبه كبيره كيليان مبابي. طيب هو عامه الخناقه ما بين مبابي ونيمار انا مش عارفه ليه بصراحه، بس كل حال هو باريس سان جيرمان من ساعه لما يعني ضم اسماء كبيره ونجوم كبيره في كره القدم يعني في العالم، انا اعتقد ان كانت الى حد ما برضو فيها تخوفات او ما كانتش الناس كلها مستبشره خير، وده فعلا اللي حصل. انت بتحط نجوم كبيره جدا مع بعض، ما اصبحوش ان هم بيتنافسوا مع فريق يعني منافس بس، هم بيتنافسوا كمان مع بعض داخل الفريق الواحد، وده اعتقد امر صحيح. مش كويس جدا، والامر راجع للمدير الفني ان هو كان لازم هو يبقى صاحب القوه او القرار في ان هو ازاي يسيطر عليهم. على كل حال سريعا جدا خلينا نروح معاك يا صبري اليوم السابع، والمانشيت بيتكلم عن فوز اتلتيكو مدريد طبعا على ريال بيتاس بثنائيه جريزمان في الدوري الاسباني. انا سؤالي هنا، طبعا احنا شايفين ان اتلتيكو يعني ماشي الى حد ما دلوقتي نسبيا نقول جيد، هو يمكن كمان في ترتيب الدوري الاسباني هو المركز الثالث، لكن خليني اروح لسيميوني، تعتقد ان سيميوني هيستمر مع الفريق الموسم القادم ام لا؟ اتفضل.
اظن بنسبه كبيره هو ما فيش سبب يخليه يمشي، هي تجربه تشبه تجربه ارسن فينجر مع ارسنال، هو راجل بيحقق التارجت اللي مطلوب منه تماما. اتلتيكو مش من الانديه اللي كل سنه بتدور على انها تكون بتاخد بطولات تشامبيونز او دوري او او، لكن عنده هدف دائم ان هو يكون موجود في الـ في الـ في التوب فور، موجود دايما في دوري الابطال، لان هو نادي بيعتمد على الاستثمار في بيع اللاعبين، كل سنة أو سنتين لازم يكون عنده نجم يقدر يبيعه بمبلغ كبير، بيطلع ناشئين وبيدور على مواهب في أمريكا اللاتينية أو في كل حتة أو في أفريقيا بتكون مواهب صغيرة في السن، بيقدر إن هو سيميوني عنده القدرة إن هو يجهز اللعيبة دي ويلمعها، وبالتالي النادي بيقدر يحقق من وراها أرباح بعد كده مستقبلا في إعادة بيعها. فطول ما هو بيحقق التارجت ده موجود في دوري الأبطال وبيوصل فيه لمنطقة كويسة وبيقدر يطور لعيبة صغيرين وبيبيعهم، فهو بيحقق التارجت المطلوب منه زي ما كان أرسن فينجر بالظبط بيعمل مع أرسنال. لهذا السبب دييجو سيميوني هو أغلى مدرب في العالم، هو الأعلى أجرا في العالم وفارق كبير عن أي مدرب تاني، لأن الحسبة في أتلتيكو هي حسبة استثمار بحت، الموضوع مش موضوع بطولات، الموضوع موضوع بزنس، أنا بقدر أحقق التارجت ولا لا، التارجت بتاعي معروف إن أنا أبقى في التوب فور في الدوري، إن أنا في دوري الأبطال أوصل لمرحلة كويسة، وأقدر كل سنة أو سنتين يبقى عندي نجم لاعب واعد كبير اقدر ابيعه بمبلغ كبير بجانب بعض اللعيبه الثانيه اللي انا ممكن استفيد برضو منها ماديا سواء بالاعارات او بالبيع، فهو بيحقق التارجت تماما، فاعتقد ان هو مستقبله مضمون في اتلتيكو الا لو هو عنده راي ثاني، انما كاداره اتلتيكو ما اعتقدش ان هي بتفكر في انها تستبدل سيميوني باي مدرب ثاني. رائع جدا استاذ صبري، بنشكرك جدا على هذه القراءه، شكرا ليك. طيب قراءه جميله جدا جدا وافكار مرتبه كده ونظره تحليليه مميزه الحقيقه للاستاذ صبري اللي اسعدنا بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل حضراتكم ونستقبل ضيفنا في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وبطبيعه الحال عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه مع حضراتكم ومع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا حول لقاء الامس وحول ما هو قادم ان شاء الله وحول رؤيته اصلا للدوري في النسخه الجديده عامل ازاي وقوه المنافسه والصفقات الجديده، كتير جدا من الملفات هنفتحها مع الضيف اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي. سعداء بوجود حضرتك يا فندم، اهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيك يا استاذ كريم. اهلا بيك يا استاذ نوال، سعيد ان اكون موجود معاكم وموجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي. لا احنا سعداء بجد، هو والله انا ما بجاملش حضرتك من النقاد يعني اللي انا بحب بجد اقرا لهم والله بجد. ربنا يخليك يا استاذ نوال. هنبدا بقى مع بعض دلوقتي لان احنا عندنا الدوري ده الملف الابرز طبعا، احنا بقى لنا كم يوم كده بنشهد ماتشات مهمه جدا، كان في تعادل امبارح بين يعني بيراميدز والمصري، شفنا كمان فوز الزمالك على السيراميكا، وشفنا الحمد لله فوز الاهلي على اسوان. خلينا نبدا بالثلاث ماتشات دول بقى، كان خش بقى في ملف النادي الاهلي باستفاضه. بالنسبه لمباراه بيراميدز والمصري، يمكن بيراميدز هذا الموسم لسه بيعاني، بس ما كانش توقع التعادل السلبي ده. صحيح بيراميدز من الانديه الكبيره جدا وصيف الدوري الموسم الماضي، عنده مجموعه من اللاعبين، عنده استقرار فني في الجهاز الفني من معاه من السنه اللي فاتت جونياس، بيقدم مستويات رائعه من الموسم الماضي. التعادل برضو بالنسبه له بطعم الخساره، التعادل في مباراتين، اول مباراه وثاني مباراه، ده بالنسبه له الامور صعبه جدا. ونفس الامر على النادي المصري اللي ضم مجموعه كبيره من اللاعبين من افضل اللاعبين بقياده طبعا كابتن ايهاب جلال، واحد من نجوم التدريب في مصر وكان مدير فني المنتخب المصري، خسر برضو، التعادل بالنسبه له خساره كبيره جدا. واعتقد ان الدوري هذا الموسم اللي انا شايفه الفرق كلها عامله حساب لبعضها قوي، الفرق كلها خايفه من بعضها، في تحفظ كبير جدا. يعني الفرق اللي انا شايفه في المجمل في الاسبوع الاول مباراه اللي اقيمت امس، كل الفرق عندها تحفظ دفاعي بشكل كبير جدا، مش عاوزين يهاجموا، عارفين الفرق اللي قصادها والفرق كلها دعمت بشكل كبير جدا، فالموضوع بالنسبه لهم الهجمات بالنسبه لهم ان هم يهاجموا الموضوع صعب قوي قوي، وخايفين طبعا ان الفرق كلها دعمت ومش عاوزين يخسروا. يعني البدايات انما بتخسر في اول مباراه في الدوري دي بتعمل لك ازمه كبيره جدا، فهم متحفظين. ثانيا بقى والاهم ان لسه المستوى الفني مش هيقدر يظهر، محدش قادر يعرفه، انت دلوقتي كل لعبه بتلعب الفريق الثاني اللي هي عارفاه بقى لها سنين، بس المره دي ده فرقه مختلفه، في تغييرات يعني كبيره، في تغييرات جذريه، فانت بتلعب اسوان بس ده ما تعرفش ده اسوان ولا بتلعب سيراميكا، هو ده سيراميكا ولا مش سيراميكا. صحيح. يعني كل الانديه هذا كويس ولا مش كويس اصلا اللي حاصل ده، فكره الصفقات الكتيره اللي حصلت في كتير من الفرق
اكيد المبدا من يعني من حيث المبدا فكره كويسه، في انت محتاج لعيب في مركز معين فبتدعم او بتطعم انجاز التعبير قوام فريقك الرئيسي بمجموعه صفقات، لكن كما هو الحال في فرق معينه زي اسوان مثلا لما بنتكلم على 19 صفقه، فانت بصدد فريق جديد تماما وهتبقى نازل بتلعبه مش بقى بموروثك وخلفيه معرفتك دي، انت مش بتلعب فرقه مش عارفها. صحيح صحيح، هي الفرق اللي عامه كل الفرق دعمت هذا الموسم، ولكن المدير الفني الكوف اللي هو بيدعم على وفق الاحتياجات بتاعته، انا ممكن ادعم باربع او خمس صفقات بس هم فعلا هو ده اللي عمله الاهلي. اه النادي الاهلي، النادي الاهلي السنه دي اتعاقد مع ثلاث صفقات مثلا، فبالنسبه له هم دول الشوف الاهم. ليه والفرق اللي دعمت بحاجه و20 صفقه؟ لا الاسوان طبيعي الفرق اللي طالعه من القسم الثاني بالتاكيد لازم تدعم عشان القسم الثاني مختلف تماما عن الدوري الممتاز، فبالتالي انت بتجيب لعيبه خبرات عندها خبرات، ولكن فكره التجانس مش هيجي من مره واحده، مش هيجي من مباراه او مرتين، هتاخد وقت طويل جدا، والوقت الطويل ده ربما يبقى فيه نزيف نقاط، نزيف نقاط واقاله مدربين، يعني انا متوقع خلال الاسبوع الثالث او الرابع من الدوري ممكن تلاقي فيه اقاله مدربين، في انديه مش هتصبر او مجالس اداره الانديه مش هتصبر على المدربين اللي عندها، ممكن يكون مدرب كويس بس ولكن التوقيت بالنسبه له محتاج فرصه من التوقيت او في وقت طويل ان هو يقدر يعمل انسجام مع الفريق بتاعه، يقدر يفهم، يقدر يحقق نتائج ايجابيه، فدي بتحتاج وقت طويل. هل مجالس اداره الانديه دلوقتي ما بتستمرش او ما يبقى بالنسبه لها في صعوبه ان هي تستمر على نتائج سلبيه؟ فبالتالي الامور يعني كله متحفظ، المدربين متحفظين بشكل كبير جدا، كل مدرب مش عاوز يخسر، الانديه كلها مدعمه، دعمت بشكل كبير جدا، وما بقاش في فرق نقول اه في فرق طبعا في المقدمه وتخاف منها وتعمل لها حساب، وفي فرق دلوقتي دعمت بشكل كبير جدا، فانت داخل ما تعرفش ده هيلعب بطريقه ازاي وهيمشي ازاي، فمحتاج عدد كبير من المباريات عشان تقدر تفهم كل فريق في الدوري. ولكن المجمل انت لو شفت نسبه التهديف في الدوري هذا الموسم قليله جدا، يمكن يكاد يكون مثلا سيراميكا احرز 3 اهداف في اول مباراه، فاز في اول مباراه، بعد كده يمكن الزمالك فاز في مباراتين هدفين وهدفين، بعد كده واحد هتلاقي طبعا في تحفظ كبير، هتلاقي 1-0، هتلاقي 1-1، هتلاقي تعادل، فدي نتائج انا بالنسبه لي شايفها ان لسه الدوري طويل، وبالتالي كل المدربين خايفين من بعضهم، اللعيبه نفسها خايفه من بعضها، فمحتاجين وقت عشان نقدر نحكم على الدوري، ولكن في تحفظ كبير جدا جدا من المدربين واللعيبه خلال المباريات اللي اتلعبت في الجوله الاولى او المباريات اللي اقيمت امس. هو فيوتشر الثالث دلوقتي، سيراميكا الرابع صح كده، وبيراميدز ما اعرفش ده المركز، لا بيراميدز زي يمكن لا انا تعادل مباراتين بقى لا لا بيراميدز مش على كل حال ده لسه تو ايرلي تماما ده ولا لسة حاجه لسة يعني ملوش علاقه ابدا، بس اللي انا عايز اقوله ان برده ماتش امبارح الزمالك وسيراميكا في كان حاجه غريبه شويه، يعني الاجوال اللي ما اتحسبتش والحاجات اللي زي كده برده قيمها ازاي دي؟ لا هو الكورتين اما شفناهم اكتر من مره كورتين تسلل واضحين، تسلل واضحين واضحين جدا ما فيهمش شك، فعلا ما تراجعوا اكتر من مره، ومحدش شكك، بس انا بسال حضرتك تفسيرك. لا 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 تسلل واضح، تسلل سواء في الكره الاولانيه لحد دلوقتي التحكيم كويس سو فار، التحكيم يعني. بس هو كان في نقطه محمد معروف في مباراه امس يمكن كان في كره بتاعه الورد دي ضرب فيها لاعب سيراميكا، ده كان يستحق الانذار الثاني والطرد، يعني هو حتى الراجل كان راح بايديه كده ناحيه عشان يديله الانذار الثاني وتراجع، كان جنتل. هي دي، ودي نقطه على فكره سلبيه، انت حكم كبير وحكم دولي المفروض يعني انا اتمنى طبعا سواء بيحكم للاهلي او الزمالك كل واحد ياخد حقه، يعني فعلا صح يعني صح كل الانديه أكيد. سواء اهلي او زمالك، مش بتكلم مثلا انا عشان مباراه الزمالك او مباراه الاهلي، لا كل الانديه تاخد حقها. محمد معروف المفروض امبارح، انت حكم دولي كبير، المفروض خطا زي ده، هو حسب وردي اتخبط، خبط لاعب سيراميكا، فالمفروض انت اعترفت ان هو اخطا. طب ده كره من الخلف، يعني ده ممكن حالا انت لو اديته طرد في هذه الحاله كمان ما هيبقى ما كانش فيه مشكله خالص، يعني معرقله من الخلف كانت تستحق الانذار او الطرد. ومع هذا هل نقدر نقول ان الشغل اللي عمله كلاتنبرج حتى هذه اللحظه اخدم في الاعتبار ان هو برضو الفتره الزمنيه ما كانتش كافيه قوي، ان هو جاي على منظومه مش عايز اقول مهترئه بس عايز اقول فيها مشاكل كتير؟ صحيح. تمام، هل الشغل اللي عمله حتى هذه اللحظه سمع بالايجاب في الحاله التحكيميه او المنظومه التحكيميه؟ خلينا نقول طبقا لمشاهدتنا عشان نقدر نحكم عليه محتاج وقت، ومحتاج وقت طبعًا. طويل. منظومه التحكيم هي الازمه اللي بتواجه الكره المصريه في السنوات الاخيره، كل يعني انت عندك دوري دلوقتي كواليتي عالي جدا في اذاعه المباريات، عندك دخول جمهور، عندك كل حاجه كويسه، ولكن المشكله اللي بسبب ازمه ما بين اتحاد الكره ورابطه الانديه والانديه هو التحكيم، فعليه مسؤوليه كبيره جدا 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 طبعا. والراجل اللي معاد مع الحكام في بدايه الموسم يعني حذرهم، قال لهم انا في كل مباراه، كل مباراه كريم بياخد تقييم من مراقب الحكام،
التقرير ده بيروح لهم بيقعدوا يشوفوا يجيبوا الحكم هات الحالات بتاعتك فعلا ده له درجه 8 من 10 7 من 10 هل يستحق الدرجه دي ولا لا. ده كويس ده. وبناء على ذلك بناء على ذلك نهايه الموسم الحكام القائمه الدوليه قال لهم كده قال لهم القائمه الدوليه انا ما خدتش وقت عشان احط القائمه الدوليه للموسم الماضي ده اللي هو لسه خلصان السنه الجايه دي او السنه دي القائمه معتمده على التقييمات دي التقييمات دي هتبقى بالتقييمات دي وهتلاقي فيه حكام كتير جدا ممكن يحكموا في الدرجه الثانيه ويساووا اخطائهم يعني الراجل ما عندوش هزار الراجل الاجنبي ده جامد يعني هيبقى في قانون يعني ممكن تلاقي محمد معروف وارد جدا تلاقي محمد معروف بعد الخطا ده هيطلع هو طبعا بعد كل جوله بيطلع يشرح الحالات التحكيميه وارد جدا يتم ايقافه هو الراجل ما عندوش ابيض ولا احمر ولا يعني هو الراجل شغال جاي يشتغل جاي يعني يطور المنظومه التحكيميه وهي منظومه هي يعني تسبب قلق الفتره والحسم مطلوب في الحاله اللي احنا فيها اعتقد يعني طبعا طبعا هو طبعا له اسمه وكلادنبرج عنده يعني ما يعرفش محمد معروف وما يعرفش مين وما يعرفش سين هو له في الاداء داخل الملعب والراجل الراجل قال ودلوقتي كمان بيبص بياخد تقييمات في الدرجه الثانيه عشان الحكام اللي يخطئوا في الدرجه الاولى هيسكنهم مكانهم وهيطلع الحكام دولت فهيدي فرص للجميع. خلينا بقى يعني اعتقد هنروح فاصل ونرجع بس خلينا ما نرجع نتكلم شويه على الفنيات يعني انا ذكرت على الجولين يعني او الهدفين اللي ما اتحسبوش اللي كانوا تسلل للسيراميكا فده هياخدني لسؤالي هو ليه سيراميكا كان برضو الى حد ما متسرق يعني تحس ان هو داخل عايز يفوز وعلى فكره كان بيلعب لعبه حلو وكان بيلعب برضو ما فيش حته الخوف عنده مش بس كان في دفاع لا شفنا مباراة حلوة لكن الفينش بتاعهم ما كانش حلو رغم برضو ان السيراميكا يعني عامل صفقات ودلوقتي في صرف الى حد ما كبير فده اللي انا عايز اتكلم فيه الجزء بتاع الفنيات لما نرجع طبعا برضو فيما يختص بمباراة الاهلي واسوان فاصل سريع جدا ونرجع نكمل كنا بنتابع دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشه جزء من تدريب الفريق الاول ده تقريبا 10 دقائق او ربع ساعه يعني طبعا حصري لحضراتكم على 10 الصبح في الاهلي. رجعنا تاني استاذ رامي وكان في سؤال معلق. معاك. نرجع له بقى تاني كنت بتكلم مع حضرتك عايزين شويه نروح للفنيات يعني احنا اتكلمنا ان الانديه دلوقتي المختلفه عملت صفقات مختلفه وطورت من نفسها كان في صرف كان في اهتمام اكتر الفرق زي ما حضرتك قلت مش هقول لفظ خايفه من بعضها ولكن مترقبة يعني بتحاول تشوف طرق اللعب عايزة تفهم بعض أكتر علشان طبعا كل ما نتعمق أكيد المباريات هتسخن هتصعب. خليني أروح تحديدا للفنيات الأولى نبدأ بالزمالك والسيراميكا كنت بقول لحضرتك سيراميكا الفينش بتاعه مش حلو رغم كل الصفقات الجديدة وغيره برضو لسه سيراميكا مش الصورة اللي احنا او يعني اللي المفروض يبانوا عليها ليه كده؟ انا كنت شايف انه في مباراه امس امام الزمالك هو الافضل فنيا يعني خلينا في العموم ولا عن الزمالك؟ لا المباراه ديت طبعا هو فاز في اول مباراه 3-0 والمباراه بتاعت الزمالك كان هو الافضل فنيا اضاع اكتر من فرصه في هدفين دي. طبعا الغائهم في فرصه اخرى لاحمد ياسر ريان هدرها برضو في يعني كان لو ركز فيها بالهيد لو ركز فيها كانت ممكن تبقى في شباك الزمالك. السيراميكا عنده مجموعه من اللاعبين طبعا محمد بسام حارس كبير جدا ولكن يسال على الهدف اللي احرزه احمد فتوح يعني كان تمركزه خطا عندك جون اوبوكا عندك احمد ياسر ريان عندك محمد ابراهيم ميدو جابر عنده مجموعه من مهمه من اللعيبه واحمد ياسر ريان متالق جدا في جدا السيراميكا لعيب بصراحه لعيب يعني لعيب هايل 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 اختيار كان رائع والاعاره هتفيده بشكل لا كبير لا لعيب هايل وتحركاته كويسه وبيروح على المرمى وهو احرز هدفين امبارح لولا التسلل يعني الحظ ما خدمش ما هو ده رغم ان انت عندك اسماء بس انت برضو ستيل كان ممكن اللي انا اقصده تقدم مباراه او نتيجتها افضل من كده هو برضو النتيجه كان ممكن تبقى افضل من كده خصوصا انت لسه في الاوائل في المجموعه بس الزمالك عنده خبراته اللعيبه واللي عنده الفنيات بتاع نادي الزمالك والتاقلم بتاعه فيريرا مستمر مع نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت دي فعنده الخبرات افضل من سيراميكا سيراميكا ممكن مع الوقت انا شايف ان سيراميكا مع الوقت اعتقد ان هو ممكن هيبقى من انديه المربع الذهبي يعني انا كويس. شايف ان هو مدرب عنده احمد سامي مدرب كبير جدا عنده مجموعه طيبه من اللاعبين قدم كره هجوميه رغم خسارته امبارح 2-0 ولكن كان يعني ند خطير جدا لنادي الزمالك ولكن التوفيق وعدم التوفيق وخبرات نادي الزمالك رجحت كفته ولكن نادي السيراميكا انا اعتقد ان زي ما بقول لك كده هيبقى من الانديه اللي فعلا هتعمل فارق في هذا الموسم احمد سامي مدرب كبير عنده خبرات في الدوري المصري بشكل كبير جدا انا اعتقد ان هو من واحد من افضل المدربين في السنوات الاخيره فعلا. في الدوري المصري فعلا مدرب كبير جدا واعتقد يعني الزمالك السيراميكا انا اعتقد ان هو ادى والزمالك فاز بخبراته وخبره لعيبه طيب خلينا بقى على ذكر الزمالك نتكلم على اللقاء المرتقب
والكلاسيكو المصري وهذا الديربي الخطير اللي ليه عشاق بالملايين بيظبطوا مواعيدهم وبيظبطوا حياتهم على ميعاد هذا اللقاء، اللقاء المرتقب بين الاهلي والزمالك ان شاء الله في كاس السوبر المصريه. كيف ترى اللقاء ده هيكون عامل ازاي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عايز اسال حضرتك على المباراه الجانبيه بقى اللي هتكون ما بين مستر كولر وما بين مستر فيريرا؟ هي مباراة صعبة جدا على كلا الفريقين، مباراة هي انا بعتبر مباراة الاهلي والزمالك دي بطولة في حد ذاتها طبعا، وطبعا السوبر هيبقى بطولة، يعني دي مباراة بطولتين مش بطولة واحدة. صحيح. النادي الاهلي طبعا يعني النادي الاهلي افضل مع كولر في الفترة الأخيرة، ولكن النادي الاهلي عنده مشكلة حتة التهديف، السكور عنده مش عالي قوي، يعني هتلاقي يعني في المباراتين مباراة الاسماعيلي ومباراة أسوان هدف واحد ده بيعمل لك قلق. يعني المفروض ان حتى كولر اتكلم امبارح اللي احنا المفروض كنادي اهلي المفروض نركز اللي احنا نحرز اكتر من هدف، نتيجه الهدف ده ممكن تعمل لك قلق في اي مباراه، ممكن ضرب جزاء لا قدر الله في اخر الماتش، ممكن يحصل لك خطا تحكيمي، ممكن تحصل لك ازمه، ممكن يحرز فيك هدف في اخر مباراه. فبالتالي المطالب كولر الفتره الاخيره ان هو يعالج السلبيات دي. مباراه الزمالك هتبقى مباراه صعبه جدا جدا. الاهلي في حاجه لهذه البطوله، الاهلي بعد خساره الكاس مصر والدوري الموسم الماضي والدوري الموسم اللي قبله اعتقد هتخفف الضغط على اللعيبه البطوله دي، شيء من المصالحه برضو طبعا 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 طبعا، وفي ضغط طبعا ضغط جماهيري كبير جدا، اعتقد جماهير النادي الاهلي منتظره هذه البطوله بشق الانفس، عندهم رغبه كبيره جدا ان النادي الاهلي يحرز هذه البطوله، ولكن انت في المقابل بتقابل فريق قوي جدا، فريق مستقر فنيا، فريق دعم بشكل كبير جدا، عنده مدير فني، مدير فني كفء، مدير فني كبير جدا، واحد من افضل المدربين طبعا في الدوري المصري، واحد عمل اسم نادي الزمالك في الفتره الاخيره. فبالتالي الامور هتبقى صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، يعني اللي يفوز بهذه المباراه فعلا هيعاني عشان يفوز، سواء بقى كان النادي الاهلي او نادي الزمالك، عند في خطوط او في اوراق رابحه النادي الزمالك، لو النادي الاهلي قادر هيقدر يفوز في هذه المباراه لابد ان كولر يقرا المباراه بشكل جيد جدا. عندك زيزو المفروض يبقى في مراقبه عليه بشكل كبير جدا، عندك امام عاشور واحد من اهم اللعيبه برده، وعنده لعيب صغير في السن بيقدر بيهاجم بشكل كويس، عنده تسديداته كويسه جدا، عندك بيقدر يدافع كويس، عندك سامسون طبعا عنده كروت رابحه كتير. بس انا عايز ارجع تاني برده بعد اذن حضرتك للمدراء الفنيين، لو هنقارن ما بين، احنا بنتكلم على مستر كولر حتى هذه اللحظه هو مدير فني جديد، فما كانش عنده مساحه وقت كافيه انه يتعرف على كل امكانيات اللعيبه او الكروت اللي هيلعب بيهم. في المقابل عندك مدير فني كبير مستر فيريرا مستقر مع فريق وعارف كويس قوي تفاصيل يعني تفاصيل كل لعيب عنده. صحيح. فدي ممكن تبقى يعني الفجوه دي ممكن تكون لصالح الزمالك. هي لا ممكن ما تكونش لصالح الزمالك او صالح الزمالك، ولكن ده كله عامل اساسي ازاي الكولر هيعيش اللعيبه الاجواء بتاعه المباراه دي، ازاي يعالج الاخطاء. الراجل مركز جدا، شاف الاربع مرات، خد اربع مرات. عندك نقطه ايجابيه في النادي الاهلي هذا الموسم ان الاربع مرات اللي خدهم كولر النادي الاهلي لم تهز شباكه، مباراتين قدام الاتحاد المنستيري 1-0 3-0، وقدام الاسماعيلي وقدام اسوان 1-0 1-0، دي نقطه ايجابيه للنادي الاهلي. ولكن انت محتاج اللي انت طبعا كولر محتاج وقت، محتاج يعني هتلاقي حتى هتلاقي في مباراه امس في ثلاث تغييرات تم في عن مباراه اسوان عن مباراه الاسماعيلي، في ثلاث تغييرات في التشكيله الاساسيه. هيجي الفتره اللي جايه دي طبعا كولر هياخد وقت عشان يستقر على القوام الاساسي او التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، بيجرب لسه اللعيبه، اللعيبه في التمرين غير اللعيبه في الماتشات، الرسميات غير الوديات، والرسميات غير التدريبات، فبالتالي صحيح فبالتالي هيحتاج وقت. انما فيريرا طبعا بيرجح كفته ان الراجل عايش فتره طويله مع نادي الزمالك، هو اللي اختار كمان الصفقات بتاع نادي الزمالك كله. هو بصراحه متالق يعني لا مدرب شاطر، مدرب شاطر جدا، وهو اللي اختار الصفقات، فدي ميزه بالنسبه له كويسه ان هو مش لسه هياخد وقت زي كولر. كولر طبعا جه في وقت صعب جدا، جاي في وقت قبل بطوله افريقيا بايام قليله، تعاقد مع النادي الاهلي، ولكن كولر يعني غير سواريش، يعني احنا سواريش في اول مباراته مع النادي الاهلي ما كناش متبشرين بخير ان هو يقدم حاجه، لم نشعر بسواريش، خلينا نحطها في رغم ان هو برضه يعني رغم برضه والله، بس هو الراجل لا هو برضه خلينا نقول هو ما عملش حاجه، الراجل برضه يعني ما كانش يعني ما بس ساعات بتبان حاجات كده في قرايه مباراه، في تغييره طبعًا في تشكيله معينه، ده بقى باين مع كولر. يعني كولر بقى بالعكس ده لسه بقول بقى يعني كولر. رغم المده القليله، رغم الفتره اللي هو جه فيها، بس انا اشعر ان في مدير فني ليه بصمات على الارض، في تناغم، في تحسن في اداء اللعيبه. فانا شايفه ان الراجل فعلا لحد دلوقتي حتى لو لعب ماتشات قليله، لو الاستعدادات بتاعته
يعني الفتره التمهيديه كانت برده مش الكبيره، لكن في اداء على الارض باين. فانا مستبشره، انا من الناس المستبشره جدا. هو ده اللي انا بقوله، يعني هو انت تستبشري بيه ان هو فعلا مدرب، بس مشكله في مدربين محتاجين وقت، محتاجين عشان يطبقوا فكرهم على اللعيبه محتاجين وقت مع اللعيبه. يعني موسيماني مثلا ما اخدش وقت، انا اعتقد كده. لا ما خدش وقت، ممكن بس عشان خاطر الراجل ده عنده خبرات افريقيه وعارف النادي الاهلي، يعني هو كان متابع النادي الاهلي بشكل كبير، وبرده ده صاحب مدرسه سويسريه المانيه محترمه جدا، الافضل في مدرب العالم. لا ما نختلفش عليه ان هو كولر مدرب كبير جدا جدا جدا، ولكن زي ما بقول كده هي هتبقى مباراه صعبه طبعا، صعب التكون بنتيجتها، واعتقد الفريق اللي هيفوز مش هيفوز، الامور ما هتبقى سهله بالنسبه له. عايزين نقول كمان للمنتخب على ذكر المدراء الفنيين والاسماء الكبيره، احنا عندنا برده فيتوريا مع المنتخب، هل شايف حضرتك ان هو ان شاء الله الفتره الجايه هيحقق طموحات عشاق منتخب مصر لكره القدم؟ احنا عندنا اسماء المفروض ان احنا نشوف بموجبها اداء مختلف قوي عن اللي كنا بنشوفه مع المنتخب الفتره الاخيره. فيتوريا من المدربين الكبار جدا، خض اول مباراتين رسميتين امام النيجر والليبيا، حقق فوز فيهم بثلاث اهداف وثلاث اهداف، فبالتالي ده بيديك حق ان هو مدرب كويس، المدرب اللي هو لعب وفاز، يعني في مدربين ممكن تفوز بس النتيجه تبقى حتى الاداء ما يبقاش مرضي، لا هو لعب وحقق نتيجه ايجابيه وحقق فوز غالي ان هو ثلاث اهداف في مباراه النيجر، اه المنتخبات مش قويه، وكان طبيعي جدا، هو مدرب ذكي جدا، طلب ان هو في اول مباراتين ان هو ما ياخدش مباراه مع منتخبات قويه، محتاج ان هو يدي ثقه للجمهور المصري فيه، يعني برضو ان هو يبدا بمباراتين يفوز فيهم 3-0 والمباراه الثانيه 3-0، هو عاوز يبقى فيه لغه التفاهم كده ما بينه وبين الجماهير المصريه. فلو طلب مباراه او منتخب قوي كانت ممكن لو لا قدر الله خسرت او تعادلت او حصلت، فده بالنسبه لك هتصطدم بالجمهور، وانت عارف السوشيال ميديا يعني على طول بيحكموا على المدرب ممكن من مباراه واحده او يعني من شوط. صحيح. فبالتالي هو قدر يكسب ثقه الجماهير المصريه، مدرب كبير جدا، عنده مباراه طبعا مع بلجيكا ان شاء الله يوم 18، هتبقى مباراه من المباريات المهمه فعلا هنقدر نقيمه في هذه المباراه. بس مش عايزين برضو نقيم بشكل لازع، يعني احنا اللي فات ما نقدرش نقيمه بشكل كبير لان هو ما لحقناش، بس وكان في نفس الوقت يعني مش نفس المستوى برضو، احنا كنا افضل. لكن انا بقى في نقطه مهمه حابه ان احنا ناكد عليها، قصة ان انا بالماتش او بالركلة او بالهدف بقيم وبرفع حد سبع سما او برميه تحت خالص، ده بالنسبة لي مش صح، وده دور سلبي لو تم تطبيقه من قبل عدد كبير من الجماهير. احنا لازم نبقى اذكى من كده، بنتكلم هنا على الجماهير المصرية، احنا نتمنى وفي من فئة كبيرة جدا عندها هذه يعني او هذا النضج، احنا مش عايزين نبقى ماشيين بالماتش، لان ده هيشكل بعد كده ضغط كبير جدا على المنتخب وعلى المدير الفني والراجل. احنا مش يعني احنا بصراحه هو ده مش هيحصل تاني، بس احنا في غنى عن تبديل اخر للمدير الفني بصراحه، صعب جدا. وعشان كده اتحاد الكره ما تعاقد معاه اربع سنين، صح؟ اتعاقد معاه لاربع سنوات عشان يبقى اديله فرصه كبيره جدا ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، وما نقدرش نحكم عليهم من ماتش ومباراه، لا محتاج وقت طويل. وبعدين خلينا نقول هو احنا يعني زي ما قلنا كولر مدرب يعني مستبشرين، هو نفس الامر على في فيتوريا، حقق النتيجه الايجابيه سواء ماتش نايجر او ماتش ليبيريا، ولكن في النهايه انت قدرت تحقق النتائج الايجابيه اللي انت عاوزاها في المباراتين دولت، وهنقدر نحكم عليه بشكل كبير جدا في ماتش بلجيكا هيبقى فيه المحترفين. مش عايزين نحكم قوي برضه. لا ماتش بلجيكا لا ماتش بلجيكا ما احنا بنقول ايه دلوقتي. لا بس في حاجه، انت لعبت ماتشين وبقالك فتره طويله متعاقده مع المنتخب، لا يعني أكيد خلاص اللي هو بقى الفتره خدت فتره طويله متعاقده بقالك 3 شهور، فانت خدت فتره طويله. عملت كم معسكر؟ عملت استعدادات قد ايه؟ ما هتتقاس كده، مش تقاس بالمده. المتابعه بقى يعني انت عملت معسكر خدت يعني لعبت فيه مباراتين وهتلعبوا ماتش بلجيكا، وعندك وقت كافي تتابع مباراه الدوري، انت مش جاي لسه من شهر او شهرين نقدر، لا محتاج وقت. ولكن ماتش بلجيكا فعلا هو برضه هنقدر نقول فيه، بس هو الراجل عنده كره هجوميه، الراجل يعني ما بيلعبش بالدفاع او ما لا الراجل بيلعب كره هجوميه، وده اللي محتاجينه مع كميه كوكبه النجوم اللي موجوده في المنتخب المصري. محتاجين نرجع للايام الخوالي يا فندم، الايام اللي كان فيها المنتخب المصري يتهزلوا شنبات بالمعنى الحرفي افريقيا وحتى عالميا، يعني احنا بنتكلم على فريق كان في وقت من الاوقات من اقوى المنتخبات اللي ممكن اي فريق يواجهها في الدنيا. صحيح. ليه بعدنا عن الصوره الحلوه اللي احنا ما بعدناش؟ احنا لو كيروش، احنا وصلنا مع كيروش لنقطتين مهمين جدا، انت وصلت نهائي افريقيا وخسرت من منتخب قوي جدا قدام السنغال. انت لو خدت بطوله امم افريقيا كانت هتفرق معاك خالص، يعني كانت هتفرق معاك اللي انت فعلا منتخب قوي. خروجك من المباراه النهائيه وخسارتك المباراه النهائيه وخسارتك في التصفيات النهائيه المؤهله لكاس العالم
ده اثرت عليك بشكل كبير جدا. ولكن انت وصلت المراحل النهائيه، كيروش عمل اللي عليه مع المنتخب رغم السلبيات، ان هو يعني في لعيبه كتير استبعدها ولعيب اثر فيهم بشكل كبير جدا، ولكن كيروش نجح مع المنتخب الوطني، عشان كده كان عاوزين يجددوا له وحصلت مشاكل بسبب المساحات الماليه، ولكن كيروش نجح مع المنتخب وصلك المرحله النهائيه مع منتخب كبير قدام السنغال، واللي حصل في السنغال وخسرت بركلات الترجيح، وفي نفس الامر برضو خسرت من السنغال في نهائي بطوله الامم الافريقيه. لا، المنتخب الحمد لله الفتره اللي فاتت دي افضل من الاول بشكل كبير جدا، واعتقد مع فيتوريا مع التدعيم اللي بياخده من اتحاد الكوره ومجلس اداره اتحاد الكوره ومن الدوله المصريه الفتره اللي فاتت دي، اعتقد ان ممكن يكون له شان وشان كبير جدا، واعتقد ان عندك كميه كبيره من اللعيبه، عندك محمد صلاح، عندك محمد النني ربنا يشفيه طبعا، عندك كل اللعيبه المحترفه، وعندك لعيبه محليه اكثر من رائعة. لا لا، وعندك لعيبه محليه دلوقتي عشان تطلع لعيبه محليه من الدوري المصري، الدوري المصري دلوقتي لا يعني في مواهب كتير جدا يا مسهل يا، فان شاء الله اتمنتنا المنتخب ان شاء الله. استاذ رامي بجد نورتنا والله، بشكرك جدا. شكرا استاذ، انا سعيد بوجودك معانا، وان شاء الله نتشرف بوجودك معانا مرات قادمه باذن الله ان شاء الله. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات، وبمجرد العودة من هذا الفاصل هتكون دكتورة دينا أبو السعود في استضافة نهاوند، وحوار يهم كتير جدا منكم، تابعونا. مرحبا بحضراتكم بالفقرة الأخيرة، طبعا الفقرة الطبية، ومنورانا دكتور دينا أبو السعود، وكل حلقة كده بنتكلم عن ملف مختلف فيها. النهاردة هنربط السمنة بمرضى أو مرض السكر، وإزاي ممكن يؤثر تأثير للأسف الشديد سلبي جدا، وممكن يؤدي لنتائج إحنا في غنى أكيد عنها تماما. نعرف كل ده من ضيفتنا. خلينا بس نرحب في البداية دكتور دينا أبو السعود، يعني المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز. بونجور. بونجور كالعادة. أخبارك إيه يا نهوى؟ ملف مهم كالعادة، وبنربط السمنة دايما بأمور أعتقد يعني بتتعلق بحياتنا اليومية، وفي نفس الوقت برضو نتائجها للأسف لو ما خليناش بالنا منها من الأول نتائجها بتبقى سيئة جدا بعد كده. نبدأ بفكرة هنا السمنة وربطها بمرض السكر أو مرضى السكر، وإزاي ممكن السمنة تساعد بشكل كبير جدا يعني أو مبالغ فيه كمان إن هي تسيء الحالة، أو ممكن إن هي تجيب لنا أصلا سكر للأسف الشديد. صح، السمنة مرض خطير، وبسميه فعلا مرض العصر يا نهواند، لأنه ليه علاقة مرتبطة بأمراض مزمنة كتيرة جدا، ومن أهم الأمراض المزمنة اللي بتيجي نتيجة السمنة طبعا مش بس السمنة، بيبقى ليها أسباب وراثية أخرى، هو مرض السكر النوع الثاني. ليه بقول مرض السكر النوع الثاني؟ لأن هو اللي بيعتمد على الإنسولين. أول ما باجي أدخن ويبقى في جسمي دهون زيادة بيحصل مقاومة إنسولين. ليه؟ لأن الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن نقل السكر للخلايا عشان الخلايا تنتج لي طاقة. كل خلية في جسمنا عليها مستقبلات الأنسولين، عليها مواد تقدر تستقبل الأنسولين وتستقبل الأنسولين اللي بيدخل السكر ويحوله لي إلى طاقة. أول ما الخلية تبتدي يبقى عليها دهون كتير قوي تبتدي تكبر، مستقبلات الأنسولين بتقل، مستقبلات الأنسولين في الخلايا حجمها بيقل، فبيحصل مقاومة للأنسولين. الانسولين الخليه ما بتقدرش وقتها تتعرف على الانسولين عشان تاخد السكر، وقتها بنبقى عرضه كبيره جدا لسكر نوع تاني. وطبعا سكر النوع التاني من الامراض بسميه من امراض المزمنه وامراض العصر، لان كتير مننا بيصاب بالسكر النوع التاني. طيب دلوقتي لو احنا اتكلمنا ان حد مفروض oversize او يعني obese او whatever، يعني عنده زياده في الوزن بشكل كمان مبالغ فيه، مش بنتكلم في هنا 3 4 كيلو، طبعا هو بيبقى عرضه لعديد من الامراض، ولكن الاساس او الاسرع ان هو يصاب بيه هو الشخص السكر، يعني هو الشخص اللي هو اوفر ويت بزياده. صح. طيب ما هو انا دلوقتي لو جيت كلمت هذا الشخص وحاولت ان انا اقنعه ان هو ده في خطوره، طب انت لازم تخس، الكلام ده كله هيبقى مقتنع بالفكره هيشتريها، بس عشان تطبقيها صعب. ايوه تمام. فايه البديل لفكره ان انا اقدر اقنع حد، او ان انا يعني اوصل المعلومه واخليه يقتنع ويبقى فاهم ان هو لابد ان هو يخسه بطريقه في نفس الوقت سهله، مش متعبه، مش هتاخد وقت، مش هتكلف فلوس كتير؟ صح، فعلا احنا عندنا يعني مشكله كبيره ان احنا نمشي على دايت، او ان احنا نحرم نفسنا من الاكل. الاكل متعه كبيره جدا جدا. هي ثقافه برضو شعوب. صح. خلي صح. بالك يعني. صح، مهم قوي مريض السكر، حتى دكاتره الغدد الصماء ودكاتره البطنه يقول لمريض السكر اول حاجه لازم تخس، ده الهدف الاساسي، ان انا لو خسيت حتى لما بيجي مريض السكر النوع الثاني بيخس بيقلل الادويه، الدكتور يكتب له حتى البريسكريبشن، الادويه عنده بتقل
وقتها التراكيز بتاعت الادويه بتقل جدا. طب ازاي نقدر نخس وبدون حرمان؟ مهم قوي قصه بدون حرمان لانها معادله صعبه. شركه بايوناتشرال قدرت تحقق المعادله الصعبه دي، ان احنا ناخد مكمل غذائي بيقدر يقلل لي جدا حجم المعده. ازاي؟ لان مكمل غذائي مهم جدا اسمه بيستا، دخله الياف، مهم قوي ان انا امشي على الياف. الالياف من اهم العوامل بتاعتها ان هي بتقدر تنفش في المعده وتقلل لي حجم المعده جدا. فبالتالي لو انا مترجتها ان انا اكل على الغداء رز ومكرونه ونشويات وبروتينات وكل الحاجات دي، هلاقي ان الطبق بتاعي قل لحد الربع، ودي حاجه حلوه جدا. منتج بيستا بيقدر يعمل لي ده، لان الالياف اللي فيه الشوفان ورده القمح وقشور السليم، التلات الياف دول بيعملوا على التحكم في شراهتي في الاكل والتحكم في معدل الشبع. كتير مننا بيجي ياكل وبعديها بساعتين يحس انه جعان، وبالذات اللي عندهم مقاومه للانسولين، عندهم شراهه في الاكل. طبعا مقاومه الانسولين بدايه لمرحله السكر النوع الثاني. ازاي نقدر حتى نتحكم في معدل الشبع، ان انا اقدر احس ان انا بالست ساعات مش محتاجه ان انا اكل، بمنتج بيستا اللي طبعا واخد ترخيص من وزاره الصحه ومن انتاج شركه بايو ناتشرالز، لان كمان رده القمح بتاخد فتره في الهضم. اوكي، من كام لكام تقريبا؟ كام ساعه؟ ممكن اقول ان انا اقدر اقعد ست ساعات مش حاسه ان انا جعانه، ودي حاجه كويسه جدا. طيب يبقى انا كده عرفت بمنتج بيستا ان انا اتحكم في الشراهه بتاعتي ومعدل الشبع. انا عايزه احرق الدهون المخزنه كمان. عندي فيتامين سي مساعد قوي جدا لحرق الدهون المخزنه، وعندي الكروميوم. الكروميوم مهم قوي انه بيحافظ لي على مستوى السكر في الدم وبيقدر يحرق لي الدهون المخزنه. حد دلوقتي يقول لي طب الساشت دي بتتاخد ازاي؟ لا، قبل ما نخش ازاي تتاخد، انا عايز اسالك شويه على موضوع فيتامين سي. يعني دلوقتي ممكن حد برضو بيسمعني يقول طب هو اي دوز او اي برسنتج يعني لفيتامين سي، ولا لازم تكون بنسبه معينه عشان يبدا فيتامين سي ان هو يحرق الدهون؟ وهل النسبه دي اللي المفروض مطلوبه موجوده ومتوفره كامله في بيستا ولا لا؟ فيتامين سي موجود داخل منتج بيستا، لكن شركه بايو ناتشرال بتقدم كورس كامل من بيستا ومالتي فيتامينز. عشان نزود فيتامين سي اللي بيساعد على الحرق، لازم ناخد مع منتج بيستا بناخد اي ال بي مالتي فيت. اي ال بي مالتي فيت داخله فيتامين سي بتركيز عالي، بتركيز 500 ملي جرام، ودي تركيز حلو قوي قوي انه يقدر يساعد على حرق الدهون. اوكي، ازاي نقدر نحصل على الكورس؟ من خلال شركه بايو ناتشرالز. بنقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. طبعا الشركه موجودين اخصائيين علاجيين بيقدروا يتابعوا الحاله بنفسهم كل اسبوع، وده مهم جدا لمريض السمنه ان انا ادعمه نفسيا. صحيح. واشجعه ان كل اسبوع يقول لي او يقول للدكاتره الموجودين قدر يخس قد ايه. ومع الكورس في قهوه خضراء، قهوه الخضراء مهمه جدا للمساعده على حرق الدهون، وكمان فيتامين د بيطلع هديه من شركه بايو ناتشرالز. ازاي نقدر ناخد الكورس على بعضه؟ من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هي القهوه الخضراء دي زي القهوه العربي اللي هي بالهيل، ولا دي عامله ازاي؟ القهوة الخضراء بتبقى ساعات ساشت، ساعات بيلز، وات ايفر يعني. اوكي. لا هي مش هيل، الهيل دي قهوة تانية. التانية دي بنشربها في رمضان. بس بيقولوا برضو انها بتخسس، صح؟ بتساعد جدا على الحرق. زي الشاي الأخضر كده، ما هو الشاي الأخضر برضو بيساعد على الحرق. ده طبعا الكورس بتاعنا. الدكاترة موجودين للمتابعة بتاعت الحالة، ودي حاجة مهمة قوي. وعايزة أقول لك إن يمكن إحنا بدأنا من أول سنة 2022، كل العملاء قد ايه مبسوطين، لان العملاء اللي كان عندهم اوفر ويت بيبقى اوفر ويت ومصاحبه امراض مزمنه كتيره. صح. جدا من ضغط وسكر، واول ما بداوا يخسوا خسوا كويس قوي مع كورس بيستا. حتى الادويه اللي بقوا ياخدوها بقت اقل بكتير من لما كانوا فيري اوفر ويت ان سايز. اوكي، طيب يبقى احنا كده بنتكلم ان يعني بيستا تحديدا مع الب مالتي فيت هو ده الكورس الكامل، لان احنا زي ما اتكلمنا ودينا مثال بفيتامين سي، فيتامين سي المتوافر بالفعل في بيستا، بس مع الب مالتي فيت ده بيخلي نسبه الحرق كمان اعلى. طبعا يعني كده انت مش بس بتاخد مكمل غذائي مع بيستا، لا انت كمان بتاخد مكمل غذائي بيساعد على انقاص الوزن الى حد كبير. بالظبط. وعلى الشاشه دلوقتي من العملاء
العملاء اللي قدروا يخسوا. وطبعا انت شايفه يا نهاوند الشباب صغير كان عندهم اوفر ويت. لا وباين الفرق بصراحه طبعا ومشكله ان الركبه ما تقدرش تشيلني، ظهري وجعني، واحنا في سن صغير صح. محتاجين صحتنا. لما نكبر هنعمل ايه؟ كارثه كارثه. محتاجين صحتنا. اي حد بيتفرج علينا هيتكلم عن طريق الارقام اللي ظهرت على الشاشه، شركه باي ناتشرالز بيقدروا الدكاتره يتابعوا الحاله بنفسهم، ودي حاجه كويسه طبعا جدا جدا. وكمان القهوه الخضراء وفيتامين د بيطلع هديه من الشركه. لا فولو اب مهم جدا، وده معناه ان الشركه مهتمه بالعملاء، مش فكره ان هي عايزه تحقق ربح وبس، دي اعتقد حاجه كويسه طبعًا جدا. طبعا اكيد. على كل حال دايما برضو بنحب نتكلم على ارض الواقع، ناس بتكون جربت، ناس بتحكي هي تجربتها بنفسها، مش احنا اللي بنتكلم عنها. خلينا نتابع الحاله اللي معانا ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي اي عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ. يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة أن أنا أمشي براحتي، بقيت ألبس اللبس اللي أنا عايزاه. بنصح أي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي أنه هو يستخدم بيستا. الجمله اللي هي نهت بيها يعني التقرير ده اعتقد مهمه جدا، قالت لك في وقت قصير، لان احنا كتير بيبقى الكيس كالاتي: انا عندي حاجه الشهر الجاي، انا عندي حاجه، انا داخل الصيف ده، يعني انا مسافر. فالناس عايزه احسن نتيجه في اقل يعني وقت واقل مجهود برضه بصراحه. فيمكن ده متوفر بشكل عملي فعلا في بيستا والبا مالتي فيت. عايزه اقول لك اي حد بيستخدم كورس بيستا بيقدر يخس على الاقل 6 كيلو في الشهر. في الشهر ده اقل حاجه. احنا عندنا بعض العملاء خسوا 12 و13 و15 كيلو، ده الاوفر ويت قوي. هي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد انا عندي كميه دهون قد ايه؟ بتحرك، بعمل رياضه ولا لا؟ السن برضو. عشان كده مهم قوي الفولو اب، وكل مريض سمنه بيدينا التاريخ بتاعه، او لما بيتكلم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه بنعرف الطول والوزن، وبيتحسب له البادي ماس اندكس، هو اوفر ويت عنده دهون اكتر قد ايه. وبس اقل حد خس 6 كيلو. عندنا زي ما انا قلت فوق ال 15 كيلو كمان بيخسوا، بس بتعتمد كل بني ادم والتاني. حد يقول لي طب ناخد منتج بيستا كام ساشت في اليوم؟ هو بيتاخد ساشت واحد قبل الاكل بنص ساعه أوكي. على كوبايه ميه كبيره. طبعا زي ما هي قالت طعمه حلو قوي، طعمه عصير تفاح. انا جربته فعلا هو حلو. لكن هاخد ساشت واحد او اثنين او ثلاثه، بيبقى مش انا اللي بحددها، الاخصائيين العلاجيين هم اللي بيحددوا الكورس بيتاخد ازاي، لان كل واحد وكل حاله غير الثانيه. صح، ده مهم. عشان كده مهم ان برضو يتم التواصل على الارقام الموجوده، علشان يبقى برضو الناس اللي هي عايزه حتى مش تخس، عايزه تحافظ على الوزن، تعمل اللي هو ثبات في الوزن، لازم برضو يعرفوا ازاي ممكن ده يحصل. طب نروح لاسئله السوشيال ميديا اللي بتتبعت لنا. اماني محمود بتقول هي 50 سنه، هي 125 كيلو وطولها 172، وعندها مشاكل الصحيه بتاعتها، يعني السكر، وشهية الأكل عالية جدا، وحاولت أخس مرتين ورجعت تاني أماكن تجمع الدهون في البطن والأرداف. هي في حاجة كومن هنلاقيها، إن هي شهية الأكل عالية جدا، دي عند ناس كتير بصراحة. ناس كتير، ومريض السكر النوع التاني بيبقى شهيته أعلى كمان. كتير طبعا طبعا، عشان موضوع مقاومة الأنسولين اللي بدأت بيها أول حلقة. مهم جدا إنها تستخدم كورس بيستا. مهم أي مريض سكر رقم واحد مع الأدوية لازم يخس ويحاول يلعب رياضة. إزاي هي تقدر تاخد الكورس، وإزاي تقدر تستفاد بكورس بيستا؟ تقدر تتكلم عن طريق الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، والأخصائيين العلاجيين هيدوها الكورس المناسب ليها. ومهم قوي قوي إنها تخس، ده حاجة مهمة قوي. وموضوع الشراهة في الأكل مع كورس بيستا ده هيتحل كويس قوي، لان زي ما انا قلت ان بيستا دخله الياف من الشوفان ورده القمح وقشور السيليوم، مش هتحس بكميه الشراهه، وتحس انها فتره طويله شبعانه ومش محتاجه تاكل كل ساعتين.
كويس قوي. انتصار السيد وزنها 150 وبتقول ان هي الفتره دي نفسيتها وحشه جدا وكانت بتعمل شغل البيت لكن دلوقتي كمان مش قادره خالص تعمله، عندها 28 سنه وما عندهاش الحمد لله بتقول اي مشاكل صحيه وطولها 167. 28 سنة برضه يعني كارثة بصراحة. 150 كيلو 28 سنة. لا 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 28 سنة حرام، ده هي دلوقتي ما عندهاش أمراض مزمنة لكن أكيد عندها مشكلة كبيرة جدا في التمثيل الغذائي. مهم إنها تاخد كورس بيستا ومهم إنها تاخد المالتي فيتامين. يعني بقول على طول إن أي حد بياخد مكمل غذائي عشان بهدف إنقاص الوزن لازم ياخد فيتامينز. مهم أو إنها تدعم مع بيستا ألبو مالتي فيت عشان يقدر يدعم لها التمثيل الغذائي، لأن ألبو مالتي فيت دخله مجموعة فيتامين ب الكاملة ودي حاجة هتبقى مهمة ليها جدا. تقدر تتكلم عن طريق شركة بايو ناتشرالز والأخصائيين هيدوها الكورس المناسب. ومهم ليها جدا كمان القهوة الخضراء وأكيد فيتامين د عندها ناقص. أوكي. أي حد عنده دهون عالية جدا في الجسم بتلاقي عندهم نقص في فيتامين د. فيتامين د كمان بيطلع هدية من الشركة، هتاخد الكورس وكل أسبوع الأخصائيين العلاجين هيتابعوا الحالة وهتتبسط قوي إن من أول أسبوع لما تحس إنها بدأت تخس بالعكس، لأن أكيد هي عندها ممكن تكون داخله في حاجه ديبريشن شويه طبعا، هي بتقول يعني هي مش قادره تتحرك وفي السن ده صعب قوي. لو هتبدا كورس بيستا وهتلاقي نفسها خست من اول اسبوع هيديها بوزيتيف انرجي انها تكمل وتخس اكتر. كويس جدا. في السؤال الثالث، انا ابني مشكلته انه بياكل كتير لما بيزعل. لا ده برضو مشكلتنا كلنا. هو بقاله فتره وزنه زايد وده مدخله في اكتئاب ومش قادر يبطل اكل، ايه الحل؟ التوتر النفسي والإجهاد النفسي من أحد أسباب السمنة على فكرة، لأن أول ما بيجي لي توتر نفسي الهرمون بتاعي بيتغير أو الكورتيزول بيعلى في الجسم وده بيدي شراهة في الأكل وبيحصل لي لخبطة في قصة الإنسولين. طبعا مشكلة الاكتئاب بتبقى نتيجة السمنة، يعني ناس كتير مش عارفة إن أي حد بيبتدي يبقى أوفر ويت ولاقي نفسه إن هو خلاص إتس تو ليت، لا ما فيش حاجة اسمها إتس تو ليت. أي حد فينا مريض سمنة لازم يبدأ. إتس نيفر تو ليت مهما كان وزنك مهما كان سنك. بالظبط. لا هو كمان كورس بيستا مناسب جدا من سن 13 سنه، فلازم يستخدم معانا كورس بيستا من البيستا والمالتي فيتامينز والقهوه الخضراء هيلاقي نتيجه ممتازه من اول شهر. القهوه الخضراء كمان اللي انا اعرفه انا جربتها قبل كده هي بتعمل مزاج حلو، يعني حتى المود بيتحسن ان هي طبعا. فعلا لا بجد والله، يعني هي والقهوه العربي الاثنين انا بحبهم جدا. ما هي بتدعم حاجه اسمها الميتابوليزم، بتدعم التمثيل الغذائي. مهم قوي ان انا اقدر ادعم التمثيل الغذائي بتاعي، وانس ان انا عليت معدل الحرق اكيد هيبقى عندي بوزيتيف انرجي يعني. كويس جدا. نروح بقى لاخر سؤال. نهال محمود بتقول انا لسه والده من 3 شهور، ابني ماشي على الرضاعه الطبيعيه، هل لو بدات اخد الكورس من دلوقتي هيأثر على ابني ولا مفيش حاجه من الحاجات دي؟ لا ما دام لسه والده تبتدي على طول تاخد الكورس مفيش مشكله عادي. لان الحامل ما بتعملش دايت، ممكن الحامل تاخد ألب مالتي فيت هيبقى داعم ليها جدا، لان الحامل مهم ليها الفوليك اسيد وفيتامين بي وفيتامين سي. بعد الولاده اكيد حصل لها اوفر ويت فلازم تاخد الكورس. ما فيش اي مشكله في الرضاعه اطلاقا. على فكره دي نقطه كويسه جدا فعلا للحوامل، كان ده حل سحري لان بجد الحوامل الحرام في منهم بيزيد من 10 لغايه 30، في ناس بتزيد 30 كيلو طبعاً. وبيبقى الاكتئاب بقى متضاعف كمان، واللي هي ازاي انا وصلت لكده غير اكتئاب الولاده ما بعد الولاده. فبتهيألي ألب مالتي فيت ممكن يكون هو الوسيله ان الام ما تقدرش او ما يطولش الموضوع ده عندها كتير طبعا. يعني فعلا واحيانا بتلاقي سيدات بيجي لها حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده. بالظبط. بتبتدي تتخن جدا وبيحصل لها مشاكل كبيره جدا حتى في المشاكل النفسيه. لازم تدعم بألب مالتي فيت وتدعم بالفوليك اسيد اللي داخل ألب مالتي فيت. كويس جدا. دكتور دينا كالعاده والله بنستفيد والله بجد، وملف مهم ويعني سو فار لحد دلوقتي احنا ما فيش يمكن مرض ما اتفقش مع السمنه، يعني بجد ملف في غايه الاهميه. نتمنى ان احنا خلي بالنا جدا، السمنه مش مجرد شكل وحش او اوفر ويت او وزن زياده على الميزان، السمنه ماساه قلنا لحضراتكم قبل كده قد تؤدي للوفاه لا قدر الله، فنخلي بالنا ونلحق الموضوع من بدايته اعتقد هيفرق معانا جدا. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا وبشكر طبعا دكتور دينا اللي بتنورنا كالعاده، ونشوف حضراتكم بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.